طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالحضور الكريم في هذا اللقاء المتجدد أسبوعيا ضمن سلسلة التكوين التي ينظمها مركز رفق للبحث العلمي، دائما في موضوع تدبير الموارد البشرية مع الدكتور سيدي أمل بن نيس، الذي نشكره جزيل الشكر على يعني الوقت دياله والمعرفة دياله والعلم دياله اللي كيبارطاجيها معنا. إذا نتمنى لكم إن شاء الله لقاء طيب مبارك، حتى لا أطيل عليكم أعطيه الكلمة مشكورا. تفضل دكتور. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقياكم في حصة جديدة من هذه الدورة حول تدوير الموارد البشرية، التي أرجو من الله عز وجل أن تحصل فيها الإفادة لكم ولي في نفس الوقت، لأن حتى أنا تنستفد من اللقاء ديالي معكم، ومن خلال الأسئلة والملاحظات والتعقيبات التي تتفضلون بها. فكما وعدتكم في الأسبوع الماضي، نظرا أننا يعني الحصة اللي كانت برمجة يعني قدمناها من 5 لـ 7، هناك فهمت من أخي العزيز غزيل على أن كاين شي وحدين كانوا تيشتغلوا، وبالتالي ما تمكنوش من الحضور معنا. فكنت قلت له أنه من خلال التسجيل اللي كان عندهم، إذا كانوا تبعوا رجعوا للتسجيل وشافوه، فنعطيهم الأولوية الآن أنهم يطرحوا بعض الأسئلة اللي ربما يعني جاتهم قبل ما ننطلقوا في الحصة ديالي. فإذا كانت هناك أسئلة منهم أو منكم من اللي حضروا معنا حول الروكروتمون يعني بالأساس اسونسيلمون، يعني ممكن إن شاء الله نجيب عليها قبل أن نبدأ. شكرا جزيلا دكتور. إذا كما قال وأشار الدكتور، دوك إذا كان دي كيستيون، إذا كان شي واحد اللي بغى نعطيوه لا باغول، ممكن باش أنه يأكتيفي يرفع اليد ديالو باش نأكتيفي الميكرو، أو لا ممكن باش أنكم تكتبوا الأسئلة ديالكم في الكومنتير باش نعطيوها للأستاذ باش يجاوب عليها. تفضلوا، لكم الكلمة. سينو إذا كان كل شيء كلير وواضح، طبعا طريقة شرح الأستاذ كما قال لي أحد المشاركين يعني تجعلك تستوعب الأفكار جلها، يعني لا يلزمنا إلا التنزيل والتطبيق. اللهم يسير، هذا هو الصعيب. إذا ممكن تنطلق أستاذ، ربما ليس هناك أسئلة. خير إن شاء الله. بداية بغيت ندير واحد الملاحظة. انتم شفتوا مثلا في بروسيس دو ريكروتمون، شفتوا لا ديسكريبسيون دو فونكسيون، كان فيه يد مرفوعة، ما عرفتش في سؤال او شيء. سي لغزي، وي دكتور، كاين يد مرفوعة. سي حمزة، دونك سي حمزة خذ الكلمة، ممكن تأكتيفي الميكرو ديالك. السلام عليكم أستاذ. السلام عليكم الحضور الكريم. اسمح لي قاطعتك أستاذ، كنت عاد نفكر واش ندخل هذا التدخل ولا لا، حيت دابا بما أنكم تحتوا الفرصة للنقاش شوية والتساؤلات، غير زعما الفكرة ديالي أنا شخصيا اللي كنستافد من هذا تكون بزاف، حيت أنا بحكم أنني ماستر في المات دوزيام اني. مزيان، دونك قريب من الموارد البشريه. نعم. لا، ولكن الحمد لله عندي نيفو متميز في الرياضيات، ودير جروب ديال الدراري تنأثرهم باش تنخدموا على دي بروجي. وفي نفس الوقت خدام مع شي اساتذه اللي كيأثروني باش ندخل معاهم حتى انا في الضابو وداك الشيء.
هادشي كامل اللي كنستافد معاكم هنايا، كنحاول كندير الاسقاط على واحد المجموعه ديال كيفاش تجاري واحد المجموعه ديال الاساتذه وبحال هذاك الشيء، باش ديروا واحد تخدموا في واحد البروجي مشترك. ممتاز. مهم زعما الا كان ممكن شويه دير واحد الاسقاط مره على شيء زعما جينيراليز، زي ما تبقاش غير في المؤسسه العموميه، واخا هذاك الشيء صراحه هو كنستافد فيه بزاف لانه عندنا علاقات مع ناس كيخدموا في المؤسسه العموميه. نعم بالتالي كنستافد. شكرا بزاف. نعم ان شاء الله غادي نحاولوا. مزيان ذكرتيني بهذا الامر، وفي الحصه الاخيره ان شاء الله ساتكلم شويه على هذا الامر، هذا قضيه لا جيستيون، ولا لاحظتي راه تكلمت عليها كذلك في الحصه الاولى لما تكلمت على الليدر، يعني لي كاليتي اللي خص يكون عنده ان ليدر. تكلمت عليها، عطيت مجموعه من الاشياء، عطيت لو ريلاسيونيل، عطيت لوتونومي، عطيت مجموعه لا بريز دو ديسيزيون ايتترا ايتترا. دونك هذوك لي كاليتي، وغنتكلم شويه على دي زيليمون دو جيستيون اي ديكيب كذلك ان شاء الله في الحصه الاخيره. لكن مزيان اللي اعطيتي هذا الامر، ونتمنى الله سبحانه وتعالى يوفقك في العمل اللي تقوم به، وهو عمل ما سهلش على كل حال، لان لا جيستيون دي زيتيديون حاجه ولا جيستيون دي الاساتذه حاجه واحده اخرى، سي سون دو شوز ديفيرونت باسكو سي با لا ميم بوبولاسيون. Ce ne sont pas les mêmes attentes et ce ne sont pas les mêmes personnes. Yani, à partir de là, il y a certaines choses auxquelles il faut faire attention quand on gère des étudiants. Les choses sont à la limite beaucoup plus simples, mais quand on gère SSIDA, qui sont en général plus âgés, etc., naturellement, l'insan يدير ليكيليبر ما بين القرارات اللي خصها تخاد ولافونسمون ديال لي ترافو، وما بين لو فات دو نو با لي كونسيديري كوم زعما كوم دي مومبر دو ليكيب، بالمعنى انه تصدر لهم اوامر تنفذوها. ان ايتيديون فا اكسبتي سون بروبليم، ان بروفيسور ريسك دافوار دي بروبليم بارابور ا سا سي جامي لي شوز، يفو لو سونتي بانهم هما لي باترون، وانا فقط تنعاون. هذا هو لو سونتيمون اللي خص تعطيهم بالنسبه للاساسيه، مي اون ميم طون تشعرهم بالحاجه انهم هما ما عارفينش، وبالتالي خصهم يرجعوا لك باش الامور تمشي. هذا ليكزيرسيس صعيب اللي عندك، سي ان بو سا. اون ميم طون يشعروا بانهم بحال اللي هما اللي تيقولوا، هما اللي تينفذوا، هما اللي تيجعلوا، وكيف نفس الوقت يعرف بانه الى تان بويسون ما قادش، اي بي تيثق فيك ويسلم لك يعني انت القياده. يفو جونغلي بين هاد جوج، الى نجحتي في هاد ليكيليب هذا يا با بروبليم. افيك لي زيتيديون يا با لو بروبليم الثاني ديال هذا، باغ ديفو راه مستعدين يمشيو معاك، صوف الى كان شي واحد اصلا يعني رافض انه يخدم معك، هذا ما غاديش يكون في ليكيب، غادي يحيد من الاول. مي جي ديفلوبي ان سارتان نومبر دو شوز، ويمكن ان شاء الله بحول الله من خلال داك الشيء اللي غنديفلوبي، ويمكننا نتكلموا يعني على اشياء واحده اخرى. بارفي. تكلمنا على لا جي باك، تكلمنا على la description de fonction, la planification, la description de fonction. Puis on a également parlé du recrutement, l'accueil et l'intégration, la rémunération. Puis il a parlé sur l'autre, une introduction, l'évaluation, l'appréciation. Du coup, on a une semaine d'appréciation, une charhalèche. L'irskom ta'afu wa huwa annahu. وهذا انتم لاحظتوها، في فرق بين لو كونسيبت، بين المفهوم، وبين التنزيل ديالو الواقع اللي تنعيشوا به. الاشكاليه اللي كاينه في جوج الحوايج، اولا الاشكاليه كاينه في الكونسيبت، بمعنى انه الا ما عندناش الكونسيبت كامل في عمليه التنزيل ما تنزلوش،
هذا اللي واقع عند كثير ديال الناس اللي تيشتغلوا في هذا المجال كسو سوا او نيفو دو ليتا ولا او نيفو دو بريفي سي كو اي سا باس كو سي كو لا جيستيون دي ريسورس لا جي ار اش ما عارف اي سا باس كو سي بالنسبه لهم بالنسبه لهم تيختزلوا لا جي ار اش في دي زاسبي ادمنستراتيف ريكروتمون ايفالياسيون سومير الى كانت ولا ما كانتش ليسونسيمون لا باي يعني اشياء اللي هي محدوده ادمنستراتيف معروف فبالتالي عملية التنزيل تتكون ناقصة وتتكون مشوهة أنا بالنسبة لي وكاين الأمر الثاني اللي هو صعيب وهو عملية التنزيل عملية التنزيل صديق باسيد لا تيوري على براتيك على رياليت هذه الصعوبة ديالها تجي من أننا أولا ما زلنا ربما نقول واحد الكلمة شوية قوية ما زلنا متخلفين ما زلنا متخلفين في هذا المجال ما زلنا متخلفين في هذا الميدان كما أننا متخلفين في مجالات أخرى في ناس تحب تستعمل نحن في طريق النمو أنا بالنسبة لي تنبغي نسمي الأشياء بمسمياتها لا أرى أن هناك عيب أننا نقول بأننا متخلفين شريطة أننا نون نخدمه باش نقدر شغلنا ماشي يصابنا الإحباط ونبدأ نغوتو ونقول له إحنا ما متخلفينش وكذا مع أنه كل وقائع تشهد بأننا متخلفين فبالتالي يعني نواجه الواقع كما هو أننا متخلفين في هذا المجال بشكل كبير جدا وهذا التخلف ديالنا يعني في أعمالنا كلها وبالتالي شيء طبيعي أن في لا جيستيون دي ريسورس هيومان كون دي بروبليم ايغالمون فاد تري بيان دونك هذا شيء نيكسكلو با أنه dans certaines entreprises, dans certains établissements de l'État, clair بزاف ولكن كاين شويه ديال الضوء يعني plus ou moins يعني انا خلال التجربه اللي عشت 30 سنه يعني في سبيل المثال في مكتب التكوين المهني اقول انا اننا مرينا ب على واحد المحل اسمه كي سون باسي ديريكتور ريجيونال كي سون باسي ديريكتور سنترال بمعنى انه كان يعني واحد العمل واللي اعطى نتائج هذه السنوات هذا الان يعني فيه تراجع كبير على مستوى تدوين الموارد البشرية بون دوبوي كو جي كيتي جو سي با سكي سباس فهمتيني مي مرينا عشنا سنوات ذهبية لأنه كانت واحد الوقت اون فولونتي ديال لا ديريكسيون جينيرال ديك الساعة أننا نطلعوا في المستوى نطلعوا في النيفو بون دونك سا سي امبورتون هاد المسألة خصكم تفهموها أن c'est une décision politique بمعنى ان تيجي انا عندي تيجي عندي واحد مدير عام هذاك المدير عام تيكون عنده السلطه والامكانيه انه يا اما يطلع النيفو يا اما يهبطو فانا عشت مع اللي طلعوا النيفو عشت مع اللي هبطوا جيت فهذيك خلاصه عمليه التطبيق هذا فاحنا ما خصناش اولا ما خصناش نكون نشعروا بأنه نقولوا بأن هذا الشيء ما يصلح والو ما يمكن ندروا والو هذا الشيء بعيد وكذا كما قلت منذ البداية هذا سيتان ريفيرونسيال يعني مرجعية ديالنا تتكون عندنا ولكن خصنا نعرفوا أنه في أماكن أخرى من العالم وأنا ما زلت أكد هذا وعندي يعني معلومات عن تجارب عملية ناجحة في بعض البلدان الأخرى اللي نجحت اللي غنشوف فيها بان نعطيكم حتى ليكزومبل ديال لابيي لانتيغراسيون اللي تنجح ليكزومبل ديال ريكروتمون اللي تنجح اكسيتيرا ليفاليسيون اللي غادي يديرها تري بيان دونك هي دو لا ريوسيت اي بوي سي جامي نتوما فوز افي لوكازيون سي فوز افي لوكازيون انكم يعني
الأخ حمزة أنكم تقطعوا فريق أو شيء أو من خلال العمل ديالكم أو من خلال الجمعيات أو الجمعية اللي تنشطوا فيها عفوا، فبالتالي تمكنكم أنكم تحاولون تنزيل هذه الأمور. إذن هذه كمقدمة عامة بدأت بها. ممتاز. وحالي قلت إذا كان في أسئلة أو شيء ممكن توقفوني ونجيب على الأسئلة إن شاء الله. Alors, on va parler de l'accueil et l'intégration. من الأول je vous dis بأن l'accueil qui se fait aujourd'hui, c'est un accueil qui n'a rien de l'accueil. يعني ما عنده حتى شي علاقة. يعني تيجي السيد من بعض المرات توقف في الباب، هذاك اللي في العساس ما في خباروش، تيدخل تيقول له سيد السكرتيرية سول، تيمشي تيسول تيكون ما في خبارهاش، تيجي شي واحد تيقول له ما كاين واحد السيد غادي يجي اليوم، واحد السيد غادي يجي دوما يلتحق بينا وكذا وكذا. Donc, parfois, il est absent, inexistant. Parfois, tu connais chouïa de chi, d'arramad fil ouyoun, la basse qui dérive la basse alik, drôle, trop de badana, ou badatim chou, d'bouga la chi, tabla ou la chi bio, la chi salik, ou la chi koussi fin iglis, ou had, ma'ach rasou fin iglis, ma'ach rasou fin houa slan moujoun, zèv de houa. ومن بعد هو خصو يمشي يقلب على انفورماسيون واحد جيد، فالوقت اللي تيمشي يقلب على انفورماسيون تنقولوا اه هذا السيد تبارك الله عليه لي اوتونوم لي بيان سي ان بون ريكروتمون، يعني معنى انه الا ما قلبش هو راه فيه ديفو، هو معناه حنا فينا الديفو من الاول، لكن حنا ما تنقولوش. انا باش قلت لكم حنا عندنا تخلف كبير في هذا الامر. دونك جو دي سا بور كومونس. Il y en a qui se disent, mais pourquoi l'accueil et l'intégration? Et j'ai un drôle, il y a un drôle, il se voit le soir, je dis, ah bon, je suis bien. L'objectif de l'accueil et de l'intégration, on va d'abord en parler parce que c'est très important. D'abord, faciliter et favoriser l'intégration sociale, je dis bien, et professionnelle, du salarié dans son nouveau milieu de travail. C'est l'eau, جاي الى لاحظتوا لما كان واحد تيجي واحد يسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كيصيف مع شي واحد، هذاك الواحد كان هو اللي غنشوفوا من بعد هو الباران ديالو، هو الاب الروحي ديالو الا بغيتوا نقولوا ما بين قوسين، بمعنى اي سؤال اي مشكله عنده اي حاجه لاخو تيتكلف انه يحلها ليه. علاش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم مشغول، كلشي يشد اي واحد ويخليه شغالات ديال الدولة وخلي شغالات ديال كذا وهذا، لا، فتكلف واحد اللي تكون هو تي اكومباني هذاك السيد، أو مرأة إلا كانت تاكومباني هذيك السيدة اللي سلمات، وأي مشكل تتواجههم، أي سؤال، أي عقبة، أي شيء، حتى تندمجوا مزيان في المجتمع. دونك سي با كالك شوز اللي هي جديدة. جيد. جيد. الآن le premier objectif c'est de faciliter et de favoriser l'intégration sociale et professionnelle du salarié dans son nouveau milieu de travail. Deuxième objectif, démontrer au niveau du salarié la volonté de l'entreprise de l'aider dans son adaptation. بينولو من خلال يعني العملية ديال l'accueil, l'intégration, بأن l'entreprise باغية تعاونو فهمتيني باش يندمج بسرعه. اذا هناك رغبه من لونتربريز انها تديرها. الوقت اللي تشعر بان في رغبه لونتربريز هذا نوع من الاعتراف، نوع من الاحترام، نوع من التقدير. وهذا تيكون مهم بالنسبه لي انا كواحد جديد غادي ندخل لهذ لونتربريز، انه تعطيني شويه ديال الثقه بين الناس غادي يخمو فيا، يفكوا فيا، ايتترا ايتترا، وتنطمئن وتتمشي العملية بشكل أفضل. Troisièmement, permettre aux salariés d'obtenir des réponses à ces interrogations et d'avoir accès à l'information pertinente. أنا كواحد جديد غنجي نخدم في une entreprise
أو في مؤسسة ديال الدولة في مكان. يعني عندي أسئلة شيء طبيعي، يعني بغيت نسول كي تيديروا الهدي، واش هادي عندكم واش ما عندكمش. فبالتالي تنساعدوه هنا أنه يوجد أجوبة على أسئلة اللي هي عنده، وبعد المرات تنوصلوا، وكذلك من خلال هذه العملية كلها تنوصلوا له لانفورماسيون بيرتينونت، يعني لانفورماسيون اللي هو محتاج بها، اللي هي مهمة محتاج بها. Quatrième objectif, soutenir le salarié afin qu'il devienne autonome le plus rapidement possible. D'abord, nous sommes une entreprise, on l'a recruté, on l'a recruté, on l'a recruté, on l'a recruté, on l'a recruté. كل ما اندمج بسرعة، كل ما غيكون العطاء ديالو غادي يكون سريع. داكو؟ بالتالي إلا درنا الأمور كما ينبغي غادي نسرعوا من الاستقلالية ديالو، معناه اللي يولي أوتونوم، اللي تعطينا النتائج في أسرع وقت ممكن. Vérifier si le salarié comprend bien les attentes relatives à ses tâches, ses rôles et ses responsabilités. نتأكدوا حنا en tant qu'entreprise كمسؤول بأن الصالاري غافهم مزيان ما هو منتظر منه، ما هو الدور ديالو، ما هي المسؤولية ديالو. سنتي خص يكون واضح دينه، وإلا ما كانش واضح الأداء ديالو غيتأثر بهذا الأمر هذا. S'assurer que le salarié connaisse les normes et les politiques de l'entreprise. نعرفوا بأنه في عندنا ضوابط وقواعد والسياسة ديالنا حنا اللي تنشتغلوا بها، دونك خصنا نوصلوها له نفهموها له ونتأكدوا بأنه فهمها مزيان. Et familiariser le salarié avec la culture et les valeurs de l'organisation. C'est-à-dire, il y a une culture, il y a une culture, il y a une culture, كذلك عندهم الثقافة ديالهم وعندهم القيم ديالهم. دونك هذا في لاكوي لانتيغراسيون تولي تعرف شوية، بعدا تبدا يعرف شنو هي الثقافة ديالنا وشنو هي القيم، نظام القيم ديالنا. بيان اون كونتينيو. Alors en même temps je vérifie s'il y a des questions etc. ممتاز. Alors les étapes de l'accueil et l'intégration, il y en a quatre. D'abord, la préparation de l'accueil. Ensuite, l'accueil lui-même. Troisième phase, troisième étape, c'est l'intégration de la personne. Et enfin, le suivi. Et on boucle la boucle toujours parce qu'il y a des réajustements à faire à chaque fois. Alors, la préparation de l'accueil. Donc, accueillir quelqu'un, une nouvelle recrue, quelqu'un de nouveau, ça se prépare. Tatridem, kbel, meij. On a tenu le cas de Wahed Sida, li, machin, n'a pas mouru, li, mchad, yani, kbelouha, ben des entretiens, kbelouha, grande entreprise. Alors, Aïtoula, je crois, c'était un jeudi. Monsieur Koulula, voilà, vous êtes jeudi ou mercredi, je ne me rappelle pas maintenant. Monsieur Koulula, ben non, voilà, vous êtes accepté après toute la série d'entretiens, etc. Et que maintenant, vous pouvez, Zama, rejoindre l'entreprise. Et quand est-ce que vous êtes disponible, madame? Alors, elle a répondu, je suis disponible même à partir de demain, il n'y a pas de problème. Alors, la dame lui a dit, désolé, madame, on ne peut pas recevoir à partir de demain, parce que nous avons des éléments à préparer pour vous, d'accord? Et il nous faut du temps. Et donc, elle n'a commencé que le lundi d'après ou le mardi d'après. C'est le mot « wahdina bijid ». Il y a une personne qui dit « trop l'entreprise » ou « tu prends ma baïdik » ou « agif an kalbou lka la kouk si fait une glisse » etc. Ou « fouille une radite tridim » ou
ونخبوا الناس، لا الامور دوز بالقاعده ديالها، الناس خصها تخبر، ماشي تنعيطوا على واحد تنقول له واحد السيد غادي جديد غادي يجي عندك من دابا واحد الساعه اعطي ادوي معاه شويه اشرح ليه يعني بعجاله كذا، هادشي ما فيهش العجاله، هادشي كل حاجه خصها تدار بالقاعده ديالها بالمسائل ديالها. الو دونك بوغ فو دير كو Après le recrutement, on prépare l'accueil. Alors, dans cette phase de préparation, d'abord, elle consiste à organiser l'environnement de travail du nouveau salarié, c'est-à-dire une arrivée planifiée. On va planifier son arrivée. Et, bien sûr, lors de cette phase, on va préparer tous les documents. خذ راحتك يا دكتور. الو الحاجه الله يسلمك امي. أعتذر يعني عن هذا التوقف. تسمعوني الآن؟ نعم دكتور مزيان. نعم يعني أنا لما كنت زلت في التدريس كنت نقول للطلبة ديالي في بداية السنة نقول لهم ممنوع الهاتف، الهاتف لما نكون في لاسيونس دو كور اللي تنتردي دوتيزي التليفون، وهذه الانترديكسيون n'est pas uniquement pour vous mais elle est unique aussi pour moi. Donc moi aussi je suis interdit d'utiliser le téléphone. Donc aussi bien que vous. Parce que pendant la période enfin la durée de la séance je suis payé quand j'étais avant je suis payé pour être à votre service. Si la séance est de 2h, 2h30, 3h matin, je suis payé pour rester à votre service. Donc, je n'ai pas utilisé le téléphone, peut-être la pause, mais autrement dit, le code, là. Tengoulom, mais même si le téléphone sonne, on est un peu silencieux. Tengoulom, on est un peu silencieux. Alors, il y a un juge de l'INS, il y a un juge de l'INS, il y a un juge de والامر الثاني الى عيط للمدير ديال المؤسسه لانه سي لو باترون يمكن يحتاجني في امر اللي هو مهم جدا وبالتالي لابد ان نجاوب والا ما غاديش عيط لي ما عيطليش باش يقول لي صباح الخير عيط لي الا كانت شي حاجه مهمه لما عاد هاد الجوج ما تلقاونيش غنجاوب حتى لو كانت زوجتي او ابنائي و فانا ذكرت هذا الامر هذا لانه اليوم الاستعمال ديال الهاتف تعدى كل الحدود وبالتالي انا اشتغلت بهذه القاعده الحمد لله الى ان انتهى السيرفيس ديالي جيد فانا معكم تمشي بنفس المنطق عندي هذوك الجوج يعني اللي مشى واحد الحمد لله ديال الباترون ما بقاش قتل الوالده الله يخليها بخير ويخلي والديتكم ووالديكم بخير جيد دونك يا دي دوكيومون كي فو ريميت على بيرسون D'accord. Il y a des outils dont il a besoin. Il y a les outils. Les outils, maintenant, il a reçu un code, il a reçu une boîte mail, il a reçu. Il a dit, je m'en ai fait. Fais-tu un peu de faire une douleur? Non, je suis en train de faire une douleur. Je suis en train de faire une douleur. Je suis en train de faire une douleur. Je suis en إلا بغيتي تدخلي الأخت ليلى ممكن تأكتيفي الميكرو ديالك دونك ممكن غير باريرور تفضل الدكتور دونك هاد لي زوتي هادو تنوجدوهم حنا هادشي باش قلت لكم انه دزنا بواحد العصر ذهبي في واحد الفتره انه هادشي كنا تندوه كان عندنا ريسبونسابل كومونيكاسيون هو صديق ديالي كبير لحد الان اللي كان وصل انه تيوجد بحال اون فاليز سيتي اون فاليز اون فيت اون فاليز اللي فيها توت ان انسومبل دو دوكيمون اللي فيهم
لو ستاتيو اللي فيهم الامور القانونيه اللي فيهم مجموعه من الاورغانيغرام كذا كذا كذا. هذه لا فاليز اللي كانت تسلم لاي واحد ركري جديد، خاصه بالنسبه بالنسبه للديريكتور ديتابليسمون. علاش؟ لان عنده مسؤوليه قانونيه، عنده مسؤوليه كذا، سيتي تري سونسي. دونك استطعنا اننا ندوها. دونك فوا اوبليي بانه تقريبا هذا الشيء كان يشمل واحد 200 واحد، يعني ماشي عدد قليل. واستطعنا اننا ندوها، وكانت دار واحد الشكل رسمي بشكل اداري وكذا، يعني تيسنيو عليها اكسترا اكسترا. فكانت الفائده ديالها كبيره، معنى انه كان الانسان ما عادش يقيس هو داك الشيء كله، ولكن تيعرف بانه ما الا احتاج شي نقطه معينه قانونيه او كذا غادي يرجع لواحد الدوكيمون تما غادي يلقاها. اي بيان سور لا دي راش تبقى على سا ديسبوزيسيون اوكا وي لوغي بوزوان دو بليس دانفورماسيون ولا شي حاجه ما فهمهاش اكسترا. دونك انه هذا الامر تيدار. Une formation technique soutenue est souvent nécessaire. Parfois, même une formation technique s'avère nécessaire. Là, ça n'a pas de fourrage. Le temps de faire l'entretien, tu peux le faire pour faire des choses. Tout le monde a été mis en stigma et on a été mis en stigma. Tu peux le faire pour des choses. On va faire une formation technique pour la nouvelle personne. D'accord. Alors, si on recrute quelqu'un de la qualité, on a une norme qui est de manière détaillée, on a bien besoin de mots, donc on va lui faire une formation sur cette norme. Et un parrainage du nouveau salarié par un salarié chevronné, c'est-à-dire un chevronné, c'est-à-dire un chevronné, ou tu es un chevronné, tu as fait du mannas, tu as fait du mannas, radin chevronné. وغادي نحطوه معاه، يعني كيولي هو داك البارن ديالو بحال اللي قلت لكم. الا عنده مشكله تيجي يسولو، الا عنده شي حاجه باغا يفهمها تيجي عنده، فهو تيكون هو اللي قريب ليه، هو اللي تيجاوب على كل الاسئله اللي هي عنده. دونك ما خصكش تحط هذاك واحد اللي هو تيتقلق دغيا، اللي تيعيا دغيا، اللي ما فيه ما هذا، لا تنحطو شي واحد اللي هو ديسبونيبل، خاطر كيف تيقولوا ومقبول عند الناس. Le contenu de l'étape d'intégration avec la personne désignée comme parrain, ensemble, c'est-à-dire que, alors, Radi, Radin, je suis d'où d'exilier Radir Sanate ou l'aide, le nouveau salarié, ou Radir a été traité par le parrain. Donc, le parrain, tu as un document à l'arte, ou la nature de l'homme, Kada, etc. Ou Radi, je suis d'où l'information essentielle, l'Irsan Sanate ou l'aide, ou l'aide, ou l'aide, ou l'aide, ou l'aide, ou la fonction de l'aide, ou l'aide. شنو هي المعلومات الاساسيه اللي محتاج بها؟ علاش؟ لان ما كنتش تعطيه كل شيء في الاول، غادي ينسى كل شيء. فانت ركز له على الاشياء اللي هي اساسيه باش يستوعبها مزيان، يفهمها مزيان، باش يمكن له يبدا يخدم. ومن بعد الى خص شي حاجه ديتاي حتى نزيدو، وبالتالي تيحاولوا هما يجاوبوا على ثلاث اسئله، يعني الفريق اللي تيشتغل على لاكوي مع لو باران، ثلاث الاسئله تيحاولوا يجاوبوا عليها. الاول وهو Que devrait contenir l'intégration à l'emploi? Chenille l'échelle, l'irsna l'artéo. Chenille l'irsna d'ab. D'accord? Mais chenille l'irsna l'artéo. Yanni, en nous, on va dire, 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 واحد اللي في لا ديريكسيون تكنيك خصو يجلس مع الناس اللي في التكنيك وعاد الاخرين. اذا كل واحد بديالو، اذا تطلع عندو بان كل واحد تندوي له برنامج ديالو خاص به، ماشي تندوي كل شيء ندوزو في ميم مول. كيل سون لي زوبجيكتيف بورسويفي، الهدف ديالنا في الاخر شنو هو معاه؟ سنوصلوا لواحد جوج ثلاثه اربعه. كو دوا كونيت لو نوفو سالاري كونسيرنون سي تاش، يعني شنو الاشياء الاساسيه اللي خصو يعرف اللي خصو يدير اللي اساسيه، ما ندخلوش الديتاي. اون فوا درنا هاد الشيء تندوزو المرحله الثانيه. اذا لاحظتوا بان لحد الان باقي ما شفناش السيد ولا السيده، ولكن هادشي كله توجد. اذا الان غتسهل الخدمه. لو بروميي كونتاكت دو نوفو سالاري افيك سون انفيرونمون اي تري امبورتون. أول لقاء اللي غيكون عنده بالمحيط اللي غيشتغل فيه مهم جدا.
وانا تنقول اول لقاء، واخا انا كاتبه هنا ما كاتبهاش هنا، اول لقاء اللي هو مهم هو مع هذاك اللي في الباب اللي هو السيكوريتي اللي بغينا نسميه او لاكوي. علاش؟ لان هذاك السيكوريتي او لاكوي من ضمن لا فاز دو بريباراسيون، انه تنعلموه ان غادي يجي فلان وفلانه الساعه الفلانيه، غيجي الصباح غادي له حنا الساعه فلاش يجينا نمشي نضوا حنا نبداو مع 8 ويجي مع 8، ما نجيبوش حنا مع 8 حنا نجيو حتى 9 ولا 9 ونص على ما حنا نوجدوا راسنا ونبداو في خدمتنا بعدا، باش نجي ماشي يلقانا يلاه تنجلسوا على الكوسي ويلاه تنقادوا، ما عنده ما يدير هو بهذا الفاز. مزيان، بالتالي نجيبو تنقولوا له غادي يجي فلان ولا فلانه داكو، لما يوصل هالسميه هكذا غادي ديه لعند فلان، او غتجيبو لاكوي ولاكوي غادي توصلوا عند فلان. بمعنى انه الفرق انه لما تتوصل وتتقول لهم انا سميتي فلان تقول نعم سيدي مرحبا تفضل، حنا تتشعر بانه الناس راه وجدوا لك، وبالتالي تتشعر بالراحه بعد اولا. علاش؟ لانه اوف بعدا ماشي عاد غنبدا راه كلشي موجد الحمد لله، غادي الامور والسلاسه في سير الامور. لاكوي بعد ما يستقبلوك وكذا ربما يعطوك بعض الاشياء تعمرها وكذا، اذا كانت بعض الاشياء اللي هي اداريه او شي حاجه او كذا، المهم هذه تدان وتمكن الدار من بعد يعني على حساب سميتو لوغانيزاسيون ديال لونتربريز. لكن اول لقاء مهم عنده تيكون مع مع لو شيف ايميدي داكو تري بيان، باش يقولوا فوالا هذيك لاكوي تديو عند لو شيف ايميدي. لو شيف ايميدي تيكون جاهز للاستقبال، باش تيقول له خليك ساين. يمكن بعض المرات توقع ان اورجونس وكذا، لكن بعض المرات اما في العالم 95% تيخصو يلقى يلقاه جاهز بخي انه يستقبل، باش يعطيه الوقت ديالو لاباس خبرك اكسيتيرا بون هذا دو. اي بيان سور تبدا يتكلم له على لونتربريز بواحد الشكل عام. هنا في عده طرق، يعني يمكن لك انت تكون عندك بريزونطاسيون باور بوينت وهذا الافضل انك تديرها. سكي انتريسون انك انت ربما اون ايكيب مقربه معك واحد ولا جوج او غير واحد ماشي مشكل، اذا كان تجلس معاه ولا تمشي معاه لا سال ريونيون تي لونسي لا بروجيكسيون. بيان سو يفو فيريفي بان البروجيكسيون خدامه وداكشي، باش ماشي عاد تبدا تقاد وتصاوب وداكشي باش ما نضيعوش الوقت. وبالتالي يعني تيكون كلشي جاهز وتبداو تبريزونتيو له لي فالور دو لونتربريز ايتترا. اي بيان سور اون فا لو بريسيزي لو رول ديالو، هو هذا الشيف ديالو غيقول له هاد الدور ديالك، ها انت فين، على داك تيلعب الكره تقول انت مدافع، انت مدافع اوسط، انت مهاجم، انت كذا، انت تلعب كذا، معنى انه تيكون فاهم شنو مطلوب منه شنو منتظر منه جيد، ماشي في العموم ديال. ومن بعد يا ايغالمون لا فيزيت دو لونتربريز. الوغ لا فيزيت يمكن تكون فيرتوال في الاول، استدير غنوريو فوالا لي ستركتور اللي عندنا، ها لوغانيغرام لي ستركتور ايتترا، وندورو دي فوتو الى كان هذا، اي فوالا هاد لا ستركتور هنا، هادي فين هي، ها هي في مثلا الى كان لي باتيمون مفرقين، ها الباتيمون اللي فيه هادي، ها الباتيمون اللي فيه هادي، باتيمون ا فيه كذا، الباتيمون سي فيه كذا ايتترا. اي بيان سور غادي نعطيوه ليسباس دو ترافاي ديالو، نبينو له فين هو غادي يخدم، اي لي زوتي كي سون ديسبونيبل، سادير كو بعد ما تسالا لا ريونيون غادي يمشي يدير معاه الدوره ريال ماشي فيرتوال، باش يدور على لونتربريز ومنها غادي يدوزو كذلك البيرو ديالو، يقول له فين انت غتكون، ها المكتب ديالك اتسيتيرا اتسيتيرا. بحال قلت لكم خلال الفتره الذهبيه اللي دوزنا جيتي ريسبونسابل دو لا ديفيزيون كي سوكيبي دو تو سكي ايتي فورماسيون ريكروتمون جيستيون دو كارير اتسيتيرا. يعني لا فري جير حيد منا لا بارتي ادمينستراتيف و سوسيال سي با كاع داكشي. اي كنا درنا واحد لا غيغ، وهي انه اي واحد تم لو ريكروتمون ديالو صافي،
تنجلس معها يعني تخليهم يديروا خدمتهم ديال لي كوميسيون ريكروتمون وكذا ومن بعد تيسيرتوني بوغ اون سينياتور ولا شي حاجه Parfois, je participais à les entretiens ou des choses. Parfois, on m'a dit à leur niveau. Mais je recevais le candidat une fois le recrutement dialogue. Et j'avais préparé avec l'autre une présentation de l'office, le mode de fonctionnement, les valeurs, etc. Ou que tu as la doctrine de litige. Un site, le directeur d'établissement, تلاقيت به بعد 20 سنه ما دخل هو ملي جلسنا قال لي سي بنيس انا باقي عاقل على بريزونطاسيون اللي درتي ليا هذه 20 عام وباقي عاقل على الكلام اللي قلتي لي لانك قلت له واحد الكلام ما كانش في بريزونطاسيون قال لي وباقي عاقل به وباقي لحد الان تنشوفو تيطبق وتلتزم به هذا باش نبين لكم كيف انه هذاك الانسان اللي هو جديد لما تتبلغ له مجموعه من الاشياء هذيك الاشياء اللي بالنسبه لك انت عاديه هو بالنسبه ليه مهمه جدا اللي غادي تاثر حتى في المسار ديالو المهني باسكو سي تري امبورطون سورتو الى عرف الانسان كيف هي الاشياء اللي هي اساسيه باش الناس يندمجوا في اسرع وقت وفي افضل الظروف ابخي ليتاب de l'accueil, d'accord? Préparation de l'accueil, l'accueil et l'intégration. C'est dit la phase de l'intégration. Alors, la phase de l'intégration, en fait, elle dit que la phase, le nouveau salarié, d'accord? Ou la nouvelle salariée, fait moumzian la nouvelle fonction d'elle. واستوعبوها وما بقاش عندهم اشكال شربوها كيف يقول لما تنقولوا شربوها ما تنقولوش 100% باش نكونوا واقعيين احنا باقيين في البدايه وانما واحد النسبه كبيره الحمد لله تاقلموا مزيان في الامور الكبيره تبقى الجزئيات هذيك ماشي مشكل خاصها الوقت au cours de cette phase le salarié acquiert les connaissances les habilités les aptitudes et les valeurs requises pour s'adapter à son nouveau milieu. Et c'est le parrain qui va l'accompagner dans cette étape. Donc le parrain, c'est où ? Kenf l'accueil, Kenf l'avant, préparation de l'accueil, Kenf l'accueil, ou d'abord il est fait l'intégration. Ranchou ben au mazel. Donc le rôle de l'élu est fondamental. Donc il a choisi un mzien, il a choisi un bon mzien. Il a choisi un ouij, il a choisi un ouij. Le nouvel arrivant peut ainsi s'intégrer dans l'équipe et connaître ce qui est attendu de lui, bien sûr. L'intégration peut être enrichie par une formation directement liée aux tâches à effectuer. C'est-à-dire qu'on peut rajouter une formation technique, d'accord ? Ou là, parfois, à la حساب طبيعة العمل اللي كاينين, donc on peut ajouter des formations psychotechniques ou des formations c'est le mot d'abord, mais de l'âge, inchallah, pédagogie, une formation pédagogique. Donc, ça dépend de l'entreprise. Très bien. Ensuite, j'ai la quatrième phase, liée à le suivi. C'est-à-dire, mais si, dans l'intégration de Mjouhanna, là, tu ressens que d'eau, le salarié est satisfait de son accueil. Mais non, je boule, mais non, mais t'as. Et de son intégration. C'est un peu comme l'accueil des Mziens, l'intégration des Mziens. D'accord? Donc, le méthode c'est la suite, la phase d'intégration. C'est la réunion de mise au point. C'est la réunion, c'est bien sûr avec le responsable. Ou tu es un peu comme le parrain, ou tu es un peu comme le ou tu es un peu comme un nikash, mftouh, ou un nikash, yani sarih. ومن خلالها تخص يكون عنده هذاك الحريه وذاك الثقه وذاك الراحه باش يعبر على الاحساس ديالو والشعور ديالو ما يبقاش ذاك واتاشكوكوم وهادشي كان زوين وكذا ورغم انه كان لا هادشي مزيان ولكن خص تقول
هذا الجانب باقي ما استوعبتوش مزيان، غادي نحتاج فيه شويه ديال الوقت. ربما ليس فقط المشكل جاي من هذاك الانسان اللي شرح ليا، وانما لانه بالنسبه لي المجال جديد واحتاج الى وقت باش عاد نستوعب ونفهم وكذا. المهم تيعبر على وجهه النظر ديالو، ومن خلال هذاك التعبير حنا تنسجلوا باش نحسنوا، باسكو خصنا نحسنوا داك لو بروسيسوس كامل ديال بريباراسيون دو لاكوي لاكوي لانتيغراسيون ايتترا، لا بوكل تكمل. وفي نفس الوقت نشوفوا شويه الاشياء اللي ممكن نديروا باش نكملوا مزيان العمليه ديال لانتيغراسيون ديال هاد لا نوفيل روك. تري بيان. وهنا الى لاحظتوا العمليه ليست مجرد اوراق تعطيهم له وتقول له سيجلس في هذا البيرو او شيء، وانما فيها واحد البعد انساني قوي، ولكن بعد انساني مصحوب ببعد عملي. يعني حتى اللي تيتكلموا على البروفيل، اللي تيتكلموا على لي ريزولتا، لا اون فيزون سا اون فا غاني بوكو دو طون، اون فا با اون بيرد. يعني مثلا انت لما تجي تديو له مثلا جوله في لونتربريز وتتعرفوا بان فلان مكلف كذا وفلانه مكلفه بكذا وفلانه مكلفه كذا وهذا مكلف كذا، هو وتعطيه لي كوردوني، تعطيه على الوقف يا فلان هذا التليفون ديالو، فلان هذا التليفون ديالها كذا، وتقول ها فلان شيف سيرفيس كذا ها التليفون او ها البوست ديالو الا كان ان تروك انتر، فلانه لا ميم شوز فلان. فهو تيكون عنده هذيك الوقافه، النهار اللي تيحتاج اي اشكال تعيط لهذيك فلانه تقول الله يخليك فوالا عندي واحد البروبليم كذا كذا، تقول له بون تخي بيان دوز عندي دابا نشرح لك، تتولي تتربح الوقت وتختصر المسافات وتختصر الزمن. هذا كله في لا رونتابيليتي تيكون اكثر، لان لا بيرسون تتولي اوبيراسيونيل بوكو بلو فيت، اي دونك اي رونتابل بوكو بلو فيت كو في الحاله الاخرى. دونك لا لونتربريز الا ما دارتش لاكوي لانتيغراسيون كما ينبغي هي اللي ضايعه. ممتاز. إذن est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette phase, les ananin tahit menna? Dans le hudour karim, il y a عندكم شي اسئله قبل ما ندوزو لا بارتي ديال البوليتيك ديال لا ريميراسيون، القضيه المتعلقه بال الفلوس يقرض با يلا تفضلوا. يلا هل من اسئله؟ سي ابراهيم نعطيك الكلمه، تفضل ممكن تاكتيفي الميكرو ديالك سي ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام الله. سمعونا ياك مزيان؟ عشان تبارك الله على دكتور ديالنا، الله يجازيك بخير على هذه المعلومات القيمه. في هذا ليطاب، في هذا ليطاب ديال الانتيغراسيون سيرتو، وي كنلاحظوا واحد الملاحظه في بعض الادارات بعض المؤسسات، ان تيكون شي بوست اللي هو تيكونوا فيه جوج ولا ثلاثه الناس ولا اللي غادي يخدموا في واحد المكتب مثلا اللي فيه بزاف ديال لي بيرسون اللي كيخدموا و بارفوا تيديروا بحال داك الشيء ديال المنتخب اللي كيجيبوا شي لاعب وكيديروا ليه ديك اللعيبه ديال انه كيهمشوه باش ما تبانش الكفاءه ديالو كثار، باش ما يكونش احسن منهم، باش ما يكونش مقرب، باش ما يترقاش بدك بكري كثر منهم الى اخره. دابا السؤال ديالي هو في هذه هي نادره ماشي دائما كاينه، ولكن تتكون بعض المرات في هاد ليطاب هادي، كيفاش يتعامل الانسان اللي هو يلا داخل جديد اولا، وكيفاش يمكن ذاك اللي هو قديم يتفادى هاد 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 الاحساس اللي هو يقدر يقول بحال داك بين قوسين اسمحوا لي على هذه الكلمه، بحال مثلا بحال الضره، بحال غيكون الضره ديالو في المكتب. بالضبط بالضبط. اذا هاد اسمحوا لي على هذا المصطلح. لا 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 هي كاينين، احنا كنشوفوا، انا كنهضر دابا من الواقع، لان كنشوف داك الشيء في بعض الادارات الحرب نايضابين بموظفين، فكيفاش يمكننا نتجنبوها بطرق سلميه بطرق اللي هي علميه الى اخره. وشكرا على الاستماع. لا صحيح صحيح ممتاز.
نشوفوا إذا كان سؤال آخر ولا شي حاجة، ولا نجاوب على ما يجيو الأسئلة. يعني هذا الأمر يحدث، أنا قبيلة لاحظت لما تكلمت على مسألة التخلف، فهذا اللي قصدت، هذه من الأشياء اللي قصدتها في التخلف. وماشي عندنا بوحدنا على فكرة، يعني إذا مشيت لفرنسا هما عندهم، إذا مشيت لأمريكان هما عندهم، لكن في أشكال مختلفة، يعني بحده ربما أقل، لكن في بعض المرات وصحت النيفو دو بوست تكون حده كبيرة. يعني أنت لما تكون على مستوى الدولة، على مستوى يعني بيت الأبيض ولا شي حاجة، راه سي لا غير، يعني ما كاينش داك، حتى لأن تعتبر بأن لانفورماسيون سلاح، ما خصنيش نعطيك لانفورماسيون، لأن إلا ما عطيتك لانفورماسيون تقدر دير والو. دونك هو تعتبر بأن لانفورماسيون سي اون ارم أ سا ديسبوزيسيون، دونك ما خصوش يعطيها. وهذا كذلك حتى في هذا المستوى اللي تكلم عليه الأخ دابا، نفس الشيء، تعتبر بأنه إلا مشى عطاك المعلومات، فهمتيني، غادي تربح الوقت وغادي تجاوزو. عادة شكون اللي تيكونوا في هذه الوضعية؟ اللي تيكونوا في هذه الوضعية هما ناس اللي الكفاءة ديالهم متوسطة جدا، ووصلوا للماكسيموم ديالهم، وبالتالي لما تيشعروا بشي واحد اللي جاي جديد، تيشعروا بداك القضية ديال الثقل ديال المنافسة، وبالتالي تيخاف على بلاصتو، كيف تيقول عندنا. وهذا التخوف تيكون بعض المرات وهمي أكثر منه حقيقي. يعني احنا على سبيل المثال لما تناخذ انا الدولة نو ليسونسي با، الدولة ما تيجي تقول لك سير بحالك، باش تقول لك الدولة سير بحالك غادي تخص بزاف الحوايج، فالدولة ما تقول لك سير بحالك. با كونت الى ما بغاوكش غادي يحيدوك من واحد المهمة، غادي يحطوك في واحد المهمة واحدة اخرى، يحيدوك من واحد المكتبة يحطوك في مكتبة اخرى، لكن راك خدام مع راسك، يا با بروبليم. في لو بريفي تنظنوا بأنها تتوقع، لكن في الحقيقة لو بريفي فونكسيون بشكل عوج، وبالتالي تتلقى هذاك اللي مثلا محدود في لا كومبيتونس ديالو تيمشي يقلب على دو نوفيل كومبيتونس اللي غادي يعجبو الشاف، بحال دابا تيبقى ينقل ليه الهضرة، تيبقى يتسخر ليه، تيبقى يدير ليه، يتقرب ليه، اتسيتيرا. فالأخو تيقول هاد السيد هذا مزيان، بعدا على الأقل سيخدمني في بعض الأمور، فتيقول لك غنحافظ عليه لأنه يخدمني، تيوفر عليه بزاف الوقت، يجيب لي الدراري من الدراسات، يدي لي مدام لهنا، تيتقدا ليا، تيجيب لي خبيرات إلى كذا باش نعرف لا تمبيراتور كي دايره، هادشي ما لقاش أنا بلا ما نخلص على هادشي، أنا تيجيني فابور، فهو تيخلي هذاك السيد، أوكي. الدولة تيديروا على فكره هذا بالنسبه، دونك هذا واقع ما عندك ما دير فيه. مي اون جينيرال سو سون دي انكومبيتون هما اللي تيكونوا هاد لي بوست وخايفين على راسهم. مزيان. بالنسبه لهذاك اللي هو جاي جديد، رجل ولا امراه، نصيحتي انه يفو افيشي بروفيل با في الدول، يعني ما تكونش من الناس اللي تيديروا بزاف، مش ميقولش هدف غيمي هدف اي هذا، اعطي من المعلومات الشيء القليل، بين لهم بانهم هما اللي فاهمين ترى الله تتعلم، واعطي اشارات بانك راه يعني تنترك متوسط، ماشي شي واحد اللي هو مجهد، وخلي الوقت يخدم، يعني خلي العلاقه ديالك وخلي الوقت يخدم، مع الوقت تبان الخدمة ديال الإنسان، تتبان كذا، اي أباغتي دو لا أون بو نيغوسي، لكن هذا لا يعني بأن هاد السياسة غتخدم معاك طول الوقت، لأن واحد الوقت غادي تضطر أنك يعني تبان بالقدرات ديالك، بالإنجازات ديالك وكذا، وهذا غادي لا شك على أنه غادي ينزعجو منه، دونك هذا أمر واقع ما عندك ما دير به، مي سي اون رياليتي. يعني هذا الامر هذا سنتعيشوا معه، ما عندنا ما ندير، ما حناش عايشين في عالم مثالي. انا قلت لكم يعني ميم بوتيتر دو ا سيرتان نيفو دون سيرتان انتربريز
غادي يكون الامر افضل من غيرهم. كاين انا عندي جو كوني لو كا دون انتربريز و سا ماش تري بيان يا با دو بروبليم فهمتيني. الناس يتعاملوا بقواعد وقوانين ماشي الامور، ولكن هذا لا يعني بان الامر عام وشامل، وانما يعني هذا وهذا تي. انا في اعتقادي مرتبط بالمستوى الحضاري، بالمستوى الثقافي، بالمستوى العلمي ديال الناس اللي هما في هذيك المؤسسه او خدامين في هذيك المؤسسه. كل ما كان النيفو طالع، كل ما كانت الاخلاق طالعه، كل ما كان يعني ما خدمش. الناس كتبت صوت، هو الصوت ما تيتسمعش. الصوت مسموع دكتور، غير المرجو من الاخوه ما تعاودش تكتبوا في السبوره بحال الطريقه هذه مره اخرى. الا كان الصوت غير مسموع ممكن تكتبوا في التعليق. فاذا ممكن استاذ ديزاكتيفي لو بارطاج، عاود اكتيفي باش تحيد ديك الصوت لو بارطاج. داكور، نحيدوا لو بارطاج. دونك اون فا فير لو بارطاج كوم سا. داكور، نديرو بحال هكا l'écran, on va le partager à nouveau. Alors, je vous remercie du système. Ma question pour votre administration besoin de dépôt des lacunes. Est-ce qu'on doit informer une nouvelle recrue des défauts dès le premier rapport que vous voulez démoraliser. Un article qu'on met à l'échec, chersien. المثال اللي عشت شخصيا انا في خلال لاكوي اللي اشتغلت عليه، انني كنت نقول لهم الحقيقه ديال الامور، نقول لهم انه في فرق بين هذا الشيء تنقول لكم وبين الواقع اللي غتوجدوا، لكن ننتظر منكم انكم تساهموا في عمليه التغيير والتحسين، لكن انا ما تنرميكمش كل شيء بان باش لا تصطدموا. انت نقول لكم شي بو فو ديموراليزي، مي او كونترير باش تكونوا عارفينها. ولما قال لي بانه الشيء اللي قلت لي بقيت نعمل به منذ 20 سنه، وكان يقصد ذلك ان الواقع الذي راه ليس هو الشيء اللي كان فوقه، ولكن شد لا بارتي بوزيتيف اللي عطيته واشتغل بها وجاب الله التيسير. مو جو كرو كي فو ايت سانسير افيك لي جون ديل ديبار. كاين دي جون كي سون فراجيل، دي جون كذا، ولكن هذوك اللي فراجيل على كل حال اي حاجه ممكن تهزو، ما يحتاجش انه تمشي معاه بعيد ولا شي حاجه. هذاك سي دي كا بارتيكولي، مي بوغ الحاله العاديه مو جو بريكونيز سانسيرمون انه الانسان يكون صريح مع الناس ويقول لهم الامور كما هي، ولكن عاوتاني ما يكحلش الصوره، بمعنى انه يقول غتلقى مزيان، غتلقى هادي، غتلقى هادي، لكن انت تشتغل بنظام القيم ديالك وكذا اكسيتيرا اكسيتيرا. فوالا، دونك انا ها يعني هذه الوصفه اللي تنقدمها، ان الانسان في الاول يمشي بشويه بشويه، يعني ايفيتي ان الانسان يبان. داكور، سورتو سي فو نيت با سور ان بوست دو ريسبونسابيلتي. كون فوزيت سور ان بوست دو ريسبونسابيلتي يا موان دو بروبليم، لان عندك ديك الساعه القرار، فوزيت ريسبونساب، يمكن لك مثلا تهز الدوسي ديالك تمشي عند الشيف ديالك دير. اما الا كنتي كادر خصك تمشي عند الشاف الاول، باش الشاف الاول ما تستاش عنده ما توصلش عند الثاني اتسيتيرا. يعني انا كان جاي واحد الوقت اللي كان تندير الخدمه انا وتيهزوها شي وحدين تيبغيو يديوها على اساس انه هما اللي صوبوها، يعني اهداف الوظيفه العموميه تنقول. بالتالي يعني هذه الاشياء وارده وممكن توقع. نعم. كاين سؤال استاذ اخر، هو في المراحل الاربع اللي شرت ليها، هناك من يقول هل هذه المرحله مقتصره على المؤسسات الخصوصيه فقط؟ لا 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 ابدا لا. شتا اللي سولت السيده، لا لا، هذه في كل مؤسسه، هذه خصك ديرها حتى في الجمعيه. انا في نظري خصها دير حتى في الجمعيه. الان في الجمعيه غتاخذ واحد الحجم واحد الشكل، في البريفي غتاخذ واحد الحجم واحد الشكل، في مؤسسة ديال الدولة غتاخذ واحد الحجم واحد الشكل، لكن الروح ديالها هي نفسها. يعني إذا لاحظت يا سي غزيل، كنا تنحاولوا من بعد
الانشاء ديال المركز النبات نحاولوا اننا ندوروا عمليه الادماج. يعني شي حوايج نجحنا في شي حوايج ما نجحناش، لكن الفكره كانت موجوده حتى في الجمعيه. صحيح. نعم. بالتالي يعني هذا الامر خصو يكون في اي واحد غيجي يشتغل مؤسسه خصو واحد الوقت باش يفهم، وكيخص تعطيه الامور باش يبدا الاساسيه باش يمكن له يخمم ويفكر. اما الا ما عطيتيه والو ما كاينش يخمم ويفكر من الفراغ، وبالتالي حتى الفاعليه ديالو ما تتكونش. اما هذا سي كيك شوز كي دو ات ابليكي بارتو، يعني سو سوا او نيفو ديال او نيفو ديال اون اسوسياسيون اون انتربريز ولا ان اتابليسمون دو ليت. Bien, est-ce qu'il y a une autre question? كاين شي سؤال اخر؟ شي واحد اللي باغي يعطي سؤال شفوي والا نمروا لا ريمينيراسيون. Donc c'est bon docteur. طيب، alors pour la rémunération اول حاجه جبدوا بزاطم ديالكم خليهم قدامكم. هذه اول حاجه. باش تكونوا مستعدين مزيان. صافي جبتوا البزاطم. توكل على الله. مزيان. alors الان كاين شي حوايج ما ندخلش فيهم في التفاصيل ديالهم الا الى بغيتيهم، لكن مبدئيا ما غاديش ندخل فيهم. لكن نبداو بمدخل باش نبينوا لا ريمونيغاسيون سي كوا الفلسفه ديالها. لا ريمونيغاسيون سي لان دي مويان كون اونتربريز بوسيد بور روتينير سي ميور زيليمون اي اتيري لي نوفيل كومبيتونس. تعرفوا بان اي مؤسسه تشتغل ديال الدولة يعني فيها دي زيليمون اللي مزيانين تيبانو، وخا تحاول تخبيهم تيبانو. فهادو إلا بغيتي تخليهم ان دي موايان اللي عندك باش يبقاو عندك سي لا ريمينيغاسيون. يا دوطخ موايان بيان سور، لكن في الخال إلا خرجتي كلشي راه جزء كبير من هادوك لي زوطخ موايان تيصبوا في لا ريمينيغاسيون. صاريت تعطيهم بخيم بكذا، تعطيهم بوست ريسبونسابيليتي، هادشي بالاضافه للناحيه المعنويه ديالو والاجتماعيه وكذا والقيميه ديالو، ولكن في نفس الوقت راه تيتحول للفلوس. يعني واحد كان مثلا ان شيف سيرفيس يولي ان ديريكتور في ان مينيستير ومن بعد يولي وزير اكسيتيرا، راه لو سالير تيتغير. دونك كيلكو بار اون روفيان فيغ لارجون. On revient vers la rémunération. Mais en même temps, ça nous permet d'attirer les meilleurs malabra. Très bien. Donc, avoir un système de gestion de la rémunération efficace est d'une grande importance. Donc, système de gestion de la rémunération des nerfs, c'est cool, efficace. L'anège, d'accord, bêche, يمكننا نخلصوا هذوك الناس، لان ما تكفيش انك تجيب الناس، وانما خص تكون عندك القدره انك تخلصهم. تري بيان. دونك تيخص يكون عندنا ان سيستيم دو ريمينيراسيون كي فا نو فيكسي لي نيفو دو سالير. دونك ما يمكنناش نعطيو الميم سالير لكل شيء. الان غنعطيو دي نيفو دو سالير. هاد لي نيفو دو سالير بارابور كوا؟ بارابور فونكسيون. ماشي لي فونكسيون كلهم غيتخلصوا بنفس السالير. Par rapport au diplôme de l'ADNES et par rapport à l'expérience de l'ADNES. Donc, à l'aide de l'OMO, tu as le salaire. Bien. L'objectif ultime, de toute politique de rémunération, c'est de créer un système de reconnaissance et d'équité. L'ATIRAF ou l'ADL. L'ATIRAF, كفاءات الإنسان, هذاك le salarié. كفاءته، قدراته، إمكاناته. في نفس الوقت يعطي الإحساس بالعدل. أنني أنا تنخلص هذا الصالير، واحد آخر تيتخلص أحسن مني لأنه تيدير خدمة أكثر مني. بور لي سالاري أكتويل بيان سور، وهذوك اللي غادي يجيو كذلك، إي فيتور. شاك سالاري دوا توشي لو سالير كيل ميريت. أي واحد سيشد الصالير اللي تيستحق.
تنقول لكم تراجع دائما عمليا ماشي دائما كاينه هذه القضيه. تلاحظوا خاصه في الوظيفه العموميه ان بعض الناس تيشدوا اكثر من داكشي تيستحقوا، وبعض الناس تيشدوا اقل بكثير مما يستحقون. وفي البريفي كذلك، ما تظنوش من البريفي راه دائما يعني حاجه، لا حتى البريفي في هاد الامراض هذه. دونك كنقطه اخيره في هذا المدخل، توت بوليتيك دو ريمينيراسيون اللي غندوا، اي سياسه ديال لا ريمينيراسيون اللي غندوا، devra faire l'équilibre entre la satisfaction des demandes des salariés, pour satisfaire les demandes, c'est-à-dire tu leur fais des propositions de salaire intéressantes, mais c'est pas les mots, et la capacité de payer. Mais quel est le خلص ولا ما عنديش القدره على الاداء. وتلاحظوا انه هذا تيحضر خاصه الان يعني مع هادشي ديال الكره مثلا في هذا الاحتراف اللي دخلوا فيه، كاين اللي وصل لدرجة أنه تيدخلوا قل من داكشي اللي تيخلصوا، وبالتالي تلقى بأن المصاريف أعلى من المداخيل، وهذا تيدير العجز مع الوقت وتيدير المشاكل اللي كاين، وتبداو في النزاعات وتبداو سا سي لا موفيز جيستيون. كيل سون لي زوبجيكتيف؟ خمسة، attirer et recruter des candidats qui répondent aux besoins de l'entreprise. Il y a des besoins, il y a une stratégie, il y a les meilleurs, parce que nous avons d'accord. Et comment retenir les meilleurs, il y a la concurrence, c'est là. Démontrer la reconnaissance aux salariés en leur versant une rétribution juste. بان تنعترفوا بالكفاءات ديالهم، والهضره بوحدها ما تتكفيش، باش تعترف لي بالكفاءات ديالي خصك تخلصني على حساب الكفاءه ديالي. خصني نشعر بالعدل. ريسبكتي ليكيتي انترن، بمعنى انه داخل لونتربريز خص كل واحد يشعر بانه تياخذ الصالير اللي تيستحق. اتر كومبيتيتيف بارابور او مارشي، سادي خصنا هاد لا بوليتيك دو ريمينيراسيون خصها تجعلنا اننا نكونوا كومبيتيتيف في المارشي التوعي. الا ما كناش كومبيتيتيف سا مارش با. وبالنسبه للدوله، لان ما كاينش ان مارشي بالشكل اللي كاين في البريفي، بالنسبه للدوله تخص هذوك الفلوس اللي حنا تنجيبو واللي تنعطينا الدوله، هذوك الاموال يفوكون لي جيستيفي بالنسبه للنتائج. يعني لما تنجيو حنا مثلا كمكتب التكوين المهني وتنقولوا باننا حنا كونا قدا وقدا، لي طو دانسيرسيون ديالهم قدا وقدا، سيدي الناس مشاو بعد عام بعد ست شهور بعد عام خدموا، دونك هما دخلوا للسوق الشغل. درنا طون داكسيون او نيفو ديال لي زونتربريز، ها النسبه ديالها، هذا جعل لي زونتربريز ان الناس ديالها يسون بلو كومبيتون، اي دونك لو روندمون ديالهم طلعوا طلع. مشينا لافريقيا واشتغلنا مع الدول الافريقيه على مستوى التكوين، مستوى التاطير، على مستوى السيرفيس زونتربريز، ها النتائج اللي وصلنا لها. اذا الدوله لما تتحط الفلوس مؤسسه ديالها بحال مؤسسه التكوين المهني وتكون نتائج في المقابل، تقول لك هذه الفلوس مشاو بلاصتهم. تري بيان. خامسا، كونترولي لي كو ليا لا ماس سالاريال، خصنا ديما عندنا لا ماس سالاريال اللي تنحطو باش نخلصو الناس، خصها دائما تكون في واحد الحدود معينه، ما خصهاش تتجاوزها. وبالتالي لما تتصاوب ستاتيو جديد وانت تمشي تنيكوسي مع الفينونس، راه هو تيشوف هاد لا ماس سالاريال، تيقول لك انا هاد الصالير شحال غادي يكلف؟ غادي يكلف قدا وقدا، غادي قدا وقدا ما نقدرش نعطيه. انت الا بغيتي تجي معه على بلاص يجيبها لك، انا ما نقدرش نعطيك. فإذا بغيتي نمضي لك غنمضي لك على قد وقد بس. Alors, il y a quatre étapes qui sont prévues pour la mise en place d'une politique de rémunération. Donc, là-dedans, je parle de la rémunération. Je parle de la politique de rémunération. Si il y a assez de malia, là, il y a un peu de malia. لان يعني بدون سياسه ماليه يمكن غير
لو الامور على غير وجهها. Première étape, définir les enjeux de l'entreprise en matière de rémunération. Deuxième, identifier et choisir les éléments de la rémunération qui favorisent les résultats et les comportements attendus. Troisièmement, analyser les emplois. Et dernière étape, quatrième et dernière étape, établir la liste, la grille salariale. Les enjeux. Alors, en matière de rémunération. Si on veut que la rémunération devienne un moyen de gestion, d'accord, au niveau de l'entreprise, les stratégies de rémunération doivent être cohérentes avec les objectifs organisationnels. يعني إلى إحنا، au niveau de l'organisation, ديالنا بغينا نكبروا، بغينا نطوروا، بغينا التكنولوجيا تطلع، النيفو تكنولوجيك يطلع، ولي مارشي يكبر، ça veut dire que خصنا des compétences les régions. نجيبوهم هاد لي كومبيتونس غيتقاموا علينا غاليين ولكن بما اننا مشينا في هذا الاتجاه راه حنا غنربحوا كذلك اكثر اذا عندنا الامكانيه باش نخلصوا خص هاد التناسق والتناغم يكون مزيان اذا قبل ما نتكلموا على ريمينيراسيون خصنا نحدوا لي زوبجيكتيف ديال لونتربريز ثم لي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون لي بيرسبكتيف ا فينير est-ce que le marché il est évolué fait l'entreprise ici il est compétitif ou pas. Quelle est l'importance de la main-d'œuvre au sein de l'organisation? Quelle est la capacité à payer de l'entreprise? Hadou il a raconté où que nous avons fait un forage, nous avons la planification. D'accord, nous avons la planification comme un pari filoui. Nous avons fait au niveau du recrutement ou nous avons fait au niveau de la rémunération. Donc, le mot à l'âge, il est important de faire le même diana, mais nous avons fait juste le mot, mais nous avons fait باش عاد نبداو علاش عندنا لي زيليمون ديك الساعه الساعه تسهل يعني الخدمه ندوزو المرحله الاخرى deuxièmement identifier et choisir les éléments de la rémunération qui favorisent les résultats et les comportements attendus très bien donc une fois حددنا la politique de rémunération il sera plus facile pour nous de choisir les composantes les questions suivantes vont permettre de déterminer le type de rémunération qu'on va offrir l'ENS, JDET. Y a-t-il des risques élevés que les salariés soient attirés par l'offre d'un compétiteur? Yani, wesh fi'lan, les gens qui sont bien en train de travailler avec nous, wesh risque de s'y aller? Il faut se poser la question. Même dans des organismes étatiques, on a maintenant débat, التجربه ديالي تنعرف بزاف ديال الناس اللي مشاو اللي كانوا ما بين قوسين عاديين يعني في التكوين يعني كانوا دي كادر عاديين لكن لما مشاو دي زونتربريز بحكم التكوين اللي خداو باسكو لوفيس دو فورماسيون بروسيس سي اون ايكول تتعلم فيها الانسان بحكم لا فورماسيون اللي خداو بان جو بو فوز اسيوري بانهم مشاو خداو دي بوست ريسبونسابل des entreprises les mohammed la fage l'ocp d'autres entreprises privées également d'accord etc donc il y a comment dirais-je qu'il y a risque pour que des compétences ils me chouent L'avenir de l'entreprise repose-t-il sur la recherche et le développement effectué par certains salariés? Il y a qu'il n'a pas la recherche et développement. La recherche et développement, il y a le mustaqbal. Il y a qu'il n'a pas le mustaqbal. Les filières jdad et régies ou le type de formation jdad et régies avec la technologie de l'IKEA, etc. Donc, il y a la recherche et développement, Kaina, had la recherche et développement, Sannes Diana, il a indien à l'équipe, il était très demi-lié d'abord. Ou est-ce que l'équipe, elle risque pas de partir, Taïa? Ou même que les gibes, il y a un peu de temps, il y a un titre de Khibra, en plus du niveau de diplôme ou du niveau de formation, il y a un Khibra, il y a un peu de temps, 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 il y a la recherche et développement. Donc là aussi, c'est une question à poser, ça nous joue la halle.
Jawab. Afoum. La main-d'œuvre représente-t-elle un avantage concurrentiel? Idem, wesh. Hna dakhnif la concurrence, la ma dakhnij. Wesh. Nas li adna. C'est un avantage. Binsba lina anna adna had la qualité hadi. Ou lala. Est-ce qu'on manque de main-d'œuvre? Chnou ali naqsna ila kan. Oui, chnou ali naqsna. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit recruter des gens qui possèdent une grande expertise? Wesh. Par rapport aux besoins li khsna. واش بالضروره خصهم يكونوا ناس اكسبيريمونتي ولا اننا ممكن نجيبوا ناس اللي نفهموهم ونعطيهم الوقت باش ياخذوا الخبره ايتترا لان سي با لي ميم كو سي با لي ميم بري ما يتقاموش عندنا بنفس التكلفه بنفس الثمن دائما في هاد ليتاب توت سي كيسيون ديمونتر بيان كو بليزيور فاكتور فون انفلونسي ديريكتومون لي شوا ديال لي زيليمون كي كومبوز لا بوليتيك دو ريمينيراسيون. Lors de cette étape, il s'agit d'inventorier toutes les possibilités de rémunération qui permettent à l'entreprise d'atteindre les résultats souhaités en fonction des fonctions identifiées. Alors, je vous détaille les ledges. Ensuite, il faut choisir les formes de rémunération qui appuieront le développement de l'organisation. Les éléments de rémunération sont de deux natures. Une rémunération directe et une rémunération indirecte. Pour ce qui est de la rémunération directe, ce que vous voyez directement, c'est le salaire, les primes et les indemnités, les commissions, les commissions, ou les rémunérations liées indirectes. Il a sa refiette, tous les flous, ou la quintemette, tu vois, l'assurance. اللي تتخلص عليك الدولة أو تخلص عليك البريفي هذوك فلوس أنت ما تشوفش أنت ما تديرو الاقتطاع 6% كذا ولكن لونتوبيس يديرو الاقتطاع كبار من ديالك لونتوبيس تتخلص عليك دونك هذيك لاسيرونس كومبليمون لاسيرونس مالادي لاسيرونس في اتسيتيرا هما تيخلصو بالتالي راه سي ان اليمون سالير لا روتريت كومبليمونتير مثلا لا ميم شوز. Les avantages en nature, les atténuants automobiles, les atténuants l'essence, les atténuants logement, les atténuants la restauration quand ils se déplacent, etc. Les atténuants les frais via le téléphone, ou un forfait, etc. Donc, il y a beaucoup de flux. C'est vrai que mettre le salaire, quand je vais avoir le système de Halloween, ce n'est pas une rémunération directe, on l'équipe de la région, on va flux. Aucun des éléments d'appui au développement de compétences. Quand il va à l'échelle de DNC, il va chercher une formation, ou même il va le soir. Avant le moment, il y a des revues spécialisées parfois. Il y a le droit à deux journaux, un journal national, un journal international, le monde, tu vas y aller. D'accord? Et les frais de participation à des séminaires. Tu as dit qu'il y a un machine pour un séminaire, tu as dit participation à des séminaires qui coûte 5 000, 6 000 dirhams pour les deux journées. Donc, c'est quand même plus. D'accord? Donc, il y a la rémunération directe et la rémunération indirecte. Très bien. L'entreprise, ça te fait beaucoup de choses. Il y a un salarié, ça te fait beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont pour l'entreprise, ça te fait beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont pour l'entreprise. من غير مجموعة من الأشياء اللي تيتحيدو لي زامبو وكذا لو سالاي ميتيبليي باغ دو بارفوا داكشي تتشد ومتين. يعني حسب داكشي مقابلو طرف لاخر إلا كنتي توشي 6 000 سي 12 000 كنتي توشي 7 000 سي 14 000 اكسيتيرا بيان لاناليز دي زامبو ألوغ بور أسيغي لو نيفو ماكسيمال ديكيتي أون سكي كونسيرن لي سالاير بيان سور. C'est-à-dire même salaire pour le même travail et le même effort et le même engagement, il faut lier le salaire direct aux responsabilités et activités liées à la fonction, indépendamment de la personne. C'est-à-dire, si on a les fonctions, pour cela, les fonctions, on a classé,
وخصيكو عندنا دي نيفو دو سالير غير المينيموم الماكسيموم. وبالتالي انديبوندامون دو لا بيرسون كي فا اوكيبي لا فونكسيون دو شيف سيرفيس، شيف سيرفيس ها السالير اللي فيه الا في ان مينيموم في ان ماكس مثال. ان كادر تكنيك ها المينيموم ها الماكس. اوكي دونك لما تيكون عندنا هاد لاغريم صعوبه ديك الساعه لما تيجي اي واحد على حساب الخبره ديالو والدبلوم ديالو و اتسيتيرا غادي نحطوه في واحد البلاصه. الو هنا على سبيل المثال il faut établir un classement des fonctions sur la base de critères qui sont bien définis et de manière objective. Ce que nous avons dit, les critères les plus utilisés sont la qualification ou les qualifications et l'expérience, les responsabilités, les efforts intellectuels et physiques et les conditions de travail. Ensuite, on va pondérer ces facteurs en fonction de l'importance relative qu'on veut leur accorder. Alors, on dit maintenant le facteur qualification, expérience. D'accord, mais on aussi le rendement, le mode de vie, l'expérience, mais il y a tu glisses 5 ans pour une place, يمكن تجلس 5 ans ما دير والو. يمكن يجي واحد يدوز عام ونص ويدير بزاف ديال الحوايج. غادي تلاحظوا بزاف ديال المهام حتى على مستوى الوزارة حتى على مستوى كذا. يعني بالتالي الاكسبيرينس ما تحسبش بالأقدمية لونسيانتي وإنما تتحسب بالمردودية. أشنو ديتي في هذيك الفترة؟ جيد. دونك لا كاليفيكاسيون يمكن يكون عندي مثلا خمسة ديال لي دوغري تيمشيو من الباك دي يو تي تي اس ليسونس ماستر انجينيور دكتور مثلا خمسة ديال لي نيفو. بور ليكسبيريونس يمكن يكون عندي كات نيفو. هاد لي كات نيفو على سبيل المثال إلا لاحظتي هنا تبعوا معايا مزيان الله يكثر مستر هنا سي اتيتر سولمون انديكاتيف هادشي اللي درت لكم بمعنى ان هاد لي بورسونتاج وهادشي يمكن لو ديرو نتوما شاك اونتربريز غادير ديالها الا بغات دير داكور مثلا ناخذ نيفو 1 غادي نشوف غادي ناخذ غنحط فيه الناس اللي المردود ديالهم يتراوح بين 75 و 85% هادشي غنشوفو مثلا في لابريسيسيون انني غنشوف واحد مثلا سيغ 100 جاب 76 او جاب 80 او جاب 84 غادي نحطو في هاد النيفو 1 داكوغ نيفو 2 ما بين 85% و 100% النيفو 3 ما بين 100% وقل من 110% يعني الا تجاوز الاهداف ديالو اللي مرسومه وفوق 110 غيكون نيفو 4 تيمكن انا هاد النسب هادي كما قلت لكم هي اتيتر انديكاتيف فما تاخذوهاش معيار على اساس هو اللي غنخدموا به وانما شاك اونتربريز يمكن لها الدور ديالها لكن عطيتكم فكره فقط للتمييز بين الناس لتحقيق اكبر قدر ممكن من الاعتراف والعداله. Quatrième étape, on établit une grille salariale. Pour élaborer la grille salariale, l'entreprise se doit d'abord de définir le salaire maximal qu'on attribue à chaque fonction. À la fonction X, à le salaire maximal est un profil. Regrouper les fonctions par classe, de sorte que chaque classe regroupe les fonctions similaires en termes de responsabilité et d'activité. هذوك لي فونكسيون اللي فيهم نفس المسؤوليات نفس الاعمال والانشطه يعني اكيليبري بحال داكور هادو تنحطهم في اون سول كلاس وتندوي لهم الماكسيموم والمينيموم دونك واخا يكون عندي جوج خدامين في دو ديريكسيون مختلفين لكن في نفس لا كلاس غادي تخلصوا من نفس الصالير هذه هي العداله Définir des niveaux de salaire à travers lesquels évolue le salarié chaque fois que ses compétences et son expertise évoluent. Afwan. Très bien.
هنا عطيتكم ان اكزومبل دو غوكوبمون دو فونكسيون بار كلاس بار كلاس. دونك فو فويي بان هنا الخانه عندي فيها كونسيي اون اورينتاسيون، ريسبونساب ماركتينغ، بروموتور دو لومبلوا، انجينيور دو فورماسيون، كادر تكنيكو بيداغوجيك. لا كون جو دي انجينيور دو فورماسيون سا با دي بان الدبلوم ديالو انجينيور، باش ما تخلطوش تقولوش على واش الانجينيور نحطو بحال الكادر. Mais c'est un ingénieur de formation. Donc, c'est une appellation juste. Ce n'est pas le grade ingénieur. Ou conseiller pédagogique. Il y a des gens qui ont fait une entreprise, qui ont l'équivalent, la charge de la ou la tabia de la donc, il y a des gens qui ont une seule classe. Gestionnaire des emplois et des compétences, gestionnaire des ressources didactiques, tu as au moins une autre classe. Assistant technico-pédagogique, gestionnaire de magasin, une autre classe. Fondé de pouvoir, contrôleur de gestion, cadre administratif, auditeur de gestion, Taouma, c'est une classe. Il a assistant de direction, secrétaire, assistant administratif, comptable, régisseur, il a fait. Ou Tim Kinikwandi, une classe, Ferré Wahed, maintenant responsable de sécurité, Adabouad. Mais Andy, c'est une fonction équivalente pour l'entreprise, il a été Bharou. Ou Adetenado, responsable de sécurité, Tikounou. المؤسسة اللي تيديهم سواء ديال الدولة أو البريفي راه ما تيجيبوش هذاك واحد السيد تيخلصو لا هو تيتعاقدو مع الشركة ديال سيرفيونس اي سيكوريتي وهذيك الشركة هما تيحطوا الشروط ديالهم وتيخلصوا الشركة والشركة تيولي هذاك السالاري ديالها غير هو لما تيجي مادام داخل المؤسسة فهو تيطبق القانون ديال المؤسسة واللي تيتحكم فيه تيقول له دير ما درش هو المسؤول عن المؤسسه ولا ما عجبوش هذاك السيد مسؤول المؤسسات هذاك مسؤول المؤسسه اللي ما عجبوش هذاك السيد ما تيصدعش راسو ما تيديوش معاه تيعيط في التليفون تيقول تيعيط للشيف ديال هذيك لونتربريز ديال السيرفيونس تيقول له الله يخليك هذا السيد هذا حيدو عليا جيبوا لنا واحد اخر الصالح تاعنا واضح القضيه باقي تسمعوني نعم دكتور احنا معك مزيان هنا vous avez un exemple de grille c'est toujours le cas d'un exemple باش تكونوا متفقين ما تاخذوش هذا الشيء على حساب انه هكا تندوروا ولا هكا خصنا ندوروا انا في واحد لونتربريز واحد المره وقيتو ما طبلوا عجبهم هو ما عندهمش لكن بون يمكن يديروا حاجه واحده اخرى ici Vous avez les fonctions, les classes de fonctions. Classe 1, 2, 3, 4 et 5. Vous avez les fonctions qui sont là. Vous avez les niveaux de salaire. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Vous avez un salaire maximal. Vous avez un salaire maximal. Vous avez un salaire maximal. هنا غندير ما بين 65 حتى 70% من هذا السالير ماكسيمال غتجيني مثال 1950 الى 2100 دونك انا هاد الناس هادو اللي غادي يكونوا في هاد لاكلاس ها المينيموم ها الماكسيموم اللي عندهم اللي زايد فيهم شويه غادي يتخلص شويه لكن غيتخلصوا في هاد الحدود متفقين الو ici peut-être qu'il y a une erreur, d'accord. Je crois que ici peut-être il y a une erreur. Là il y a Hadi Tania, c'est une erreur. Donc demande Salah, Monsieur Mouchkine. Mais on peut mettre Makan. Hein? Voilà. Alors là, Monsieur, donc là, Tim Kina. Ça c'est un exemple. Donc,
هذا تندو احنا بلي كالكولت يمكننا نصوبو يعني ما كاينش اشكال. وهنا دونك هنا تمشيو من المينيموم 1950 حتى 5320 بو لو نيفو 2 غنمشيو من 2100 حتى 5700 نيفو 3 نمشيو من 2250 حتى 6460 وهنا غنمشيو من 2550 حتى 6840 وهنا من 2700 حتى 7600 اوكي. Alors, ça, c'est le salaire. Il y a des primes particulières, s'il y a des primes particulières, etc. etc. Mais ça, la grille, elle nous permet de mettre un wahed dans l'entretien sur le salaire. Il y a un dit, voilà, vous êtes autour de ça. Ça, la tranche. Bin hadi ou hadi. On n'est pas obligé de lui montrer la grille comme là, mais on peut déjà avoir une idée. Et ça permet à nous de calculer la masse salariale de nous. هنا فهذه زدت واحد الحاجه اللي هي مهمه سكون ابل ان جلوسير. ان جلوسير سي كوا؟ ان جلوسير هو من خلاله تنشرحوا شنو هو النيفو 1 شنو هو النيفو 2 شنو هو النيفو 3 شنو هو النيفو 4 شنو هو النيفو 5 او classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5. Le matin sur Hohabo, c'est classe, mais la classe, Betten, Radina Khoud, la classe 2, c'est un salaire de départ normal. Et là, il y a le minimum. Là, il y a le minimum. Il y a une douche expérience. D'accord? وعنده غير خدم شي شهر ولا شهرين ولا ثلاث شهور داكور ويلا غيكون في لا فاز دو ستاج يلا غادي يدوز ستاج تنحطو في لا كلاس اون في الاول واحد اون ديبي دو كارير ولكن عنده دي كونيسونس وعنده دو ليكسبيريونس دونك تنحطو في لا كلاس 2 تالت سي اون اكسبيريونس ريكونو ستادير عنده 2 ا 4 اون اكسبيريونس هاد لو بوست D'accord, et en nous des expériences reconnues, c'est-à-dire d'air in jazette ou schnaar. L'EFL 4, c'est une compétence complète. En nous, Mabina Ba'atel Tmisnin, dans ce poste, ou en nous un bon rendement. Le mot de dialogue est à faire. C'est un nous, c'est l'évaluation, l'appréciation. Il y a. Et. C'est un salarié, il a des compétences obtenues dans un poste similaire. C'est-à-dire, je viens voir le poste, il y a des résultats. Et donc, avec l'expérience, il y a 5, c'est un rendement élevé. Salarié qui a un rendement très élevé, on continue. Le mot de dialogue est fait. Il occupe ce poste depuis plus de 5 ans. Il y a acteur 5 ans qui occupe le poste. Donc, Hada, d'accord, il est mis la classe 5. Donc, tu te l'as dit, Hada, la classe, l'étant hâte fait les fonctions, mais maintenant, tu chauffes une nest, tu évalues, tu fais une classe 1, classe 2, classe 3, classe 5. Tu te l'as dit, il agit maintenant, ou je dis, tu as dit, tu as classe 3, mais إذا كانت لا كلاس تاعو على سبيل المثال هي هذه ما نحطوش مع هادو اللي هما في لا كلاس 2 دونك نعطيه وحده من هاد لي فونكسيون دونك هكا ما تيبقاش الظلم وتنحط الرجل المناسب بما تقول رجل امرأة بنفس المعنى في المكان المناسب. جيسبيغ بأنه يكون الأمر واضح بالنسبة لكم. الآن هذا بالنسبة هذه تندوها في البريفي عادة في البريفي تتخدم في الدولة صعيب تخدم. الدولة تخدمو نعطيكم ليكزومبل ديال لا فونكسيون بيبليك ونعطيكم أرقام اللي أنا خليتها الوقت فاش غادرت الآن ما عرفتوش تبدلات ولا لا. ديت عملية ديال البحث باقي ما وصلتش فيها النتيجة داكور لأن كاين ناس تعتبروا ناس سكري ديتا ألوغ كو كاين في الإنترنت إلا قلبت عليه مزيان. هادي سي سكو جابيل لا غري هادي لا غري لا fonction
لا فونكسيون بوبليك في دي زيشيل حيت تعرفوا من 1 ل 11 داكوغ، وفيها لو سيستيم ديشلون داكوغ، من 1 تال 10 3 4 اكسيتيرا. ما ندخلش في التفاصيل ديال الان، لكن على سبيل المثال باش لون ديال التكوين المهني نيفو تي اس تيدخل في 9 عاده، نيفو تي تيدخل في 8، اللي عنده ليسونس تيدخل في 10 داكوغ، واللي عنده ماستر دكتوراه تيدخل في 11. فهذه بعض الامثله. هاد لي زيشلون غادي نوريكم كيفاش ندوزو منها، يعني واش عام عام ونص عامين ثلاث سنين، غنعطيكم بعض التفاصيل ديالها. وهنا فوزافي سو كون ابيل كونفرساسيون ممتاز. هنا عندكم ici ce qu'on appelle l'indice، وهذا هو اهم عنصر في الستاتيو، يعني الانديس هو اللي من ناحيه الحساب نخدموا بالانديس. وهذا الانديس تيكون عنده ce qu'on appelle une valeur indicielle، تيكون عنده قيمه، يعني ان الانديس مثلا في الستاتيو لا فونكسيون بوبليك تساوي 6.635، 6.635، يعني واحد اللي عنده 117 تتشد 117 تضربها في 6.635 باش تاخذ سو كون ابيل لو سالير دو باز. هو هذا، الا ضربتي 115 في 6.635 غتعطيكم هذا، هذا السالير دو باز يتسمى. وتحت السالير دو باز كاين لا بريم دو ريزيدونس اللي هي 10%، ما عدا الناس اللي خدامين في الصحراء تطلع لهم حتى 25%. طيب اذا انا درت لكم بالالوان، هذا الاحمر هو سالير دو باز، الزرق لانديس، هنا سالير دو باز، وهنا سي سكو نابيل لا لا بريم دو ريزيدونس. مزيان، دونك لا بريم دو ريزيدونس، مزيان. هذه سي لا غري. الى عندكم شي سؤال بعد يمكن لكم تسولوا، ماشي مشكل. Ici, vous avez l'avancement à l'échelon. Peut-être comme le petit là. Il y a les grades, les canines. Il y a les ingénieurs. Il y a les années. Il y a le rythme rapide. L'avancement, il y a trois rythmes. Rapide. Moyen. Et long. Le moment qu'il y a l'évaluation, on va dire une chose. يوصل 21 عام، مويان تيدير 26 عام، لو ريتم رابيد تيدير 30 عام، باردون لون تيدير 30 عام، يعني 9 سنين تيقيس. بالنسبه ليزانجينيور لو ريتم رابيد بحال بحال 21 عام، لو ريتم مويان سي 26 عام ونص، et le rythme rapide c'est 30, le rythme lent Martin Vastrosi a dit le rythme lent c'est 32 ans. D'accord. واش هادشي تبدل فيه شي حاجه؟ الله اعلم، انا المعطيات اللي كانت عندي هي هذه، لكن حتى لو كان في تغيير غادي يكون تغيير طفيف جدا. لكن الى شي واحد عنده معلومات هذا يفيدنا بها، طيب تفضلوا الاخوان اذا كان شي اسئله قبل ما ندوزو لي بيرفورمانس. في نفس الوقت في انتظار الاسئله ديالكم ممكن تسجلوا الحضور ديالكم، حطيت لكم الرابط ديال تسجيل الحضور. في نفس الوقت كاين سؤال من عند حمزه، واش هادشي داخل فيه الحد الادنى للاجور؟ يقصد
تيطلعوا با بروموسيون اللي كاينه تيكوتي ابتداء من دي يو تي او من ديبلوم تكنيسيان الفوق ما يكون في هذا النظام اي نظام ما عرفتش اي نظام تقصدوا ممكن تعاود تزيدوا تشرحوا السؤال اكثر نظام السلاليم شوف شوفوا مزيان باش لان الفلسفه هذه الحاجه مهمه بزاف لا فونكسيون بوبليك راه ماشي عندنا حنا لان حنا واخدين فرنسا يعني فرنسا تي عندنا نفس السيستم يعني شويه مغيه وكذا ولكن لا بروميير غري اللي تصاوبت سي اون غري فرونسيز يعني سا سي جون سوي بيرسيادي لانه لاحظت بان فيها واحد لا لوجيك معينه لما خدمتها وداك الشيء من ناحيه ليفوليسيون ديالها ولكن اللي وقع انه هذيك لا غري اللي بداو تيخدموا بها المغاربه من نقولوا حنا من الستينات او اخر الخمسينات وبدايه الستينات ما فين كان الناس يتخلصوا مع الوقت بداو تيديروا لها بحال لا ميزاجو لما تيديروا لها ميزاجو ما داروهاش ما احتاموش الفلسفه والروح اللي كاينه في لا بروميير غري سكي في كو على حساب الظروف اللي بغاو هما كانوا في انيشيل معينه بغاو يدوزوا الايشيل هذيك الايشيل اللي من بعد تيطلعوها باش يفرشوا لراسهم تيوجدوا راسهم سا سيتي نوتخ مي بالنسبه للوظيفه العموميه بشكل عام اللي تجري فيها الاف ديال الناس اللي خدامين مؤلفه هاد الالاف ملي تتولي تخدم على لو نومبر ما تيمكنلكش تبقى تخدم مع انديفيديوال ما امبوسيبل وبالتالي خصك دير واحد السيستيم اللي انا بالنسبه لي هاد لاغري في الوقت ديالها اللي خرجت كان شيء رائع جدا علاش لان استطعت تحقق واحد شويه ديال العدل اللي كان مطلوب معنى انه خديت هذوك الناس كلهم اللي عندهم بكالوريا وضعتهم في نفس المستوى خديت الناس اللي ديك الساعه ما كانش دكتوراه وما كانش هذا خديت الناس كلهم اللي عندهم الشهاده الابتدائيه وضعتهم في نفس المستوى يعني هذا ثم انه هذا بالنسبه للزيشال ودرت قواعد كيفاش تدول من ايشيل لايشيل تدوز امتحان او تدوز او شوا على حساب سي توت ان سيستيم ولكن بون سي سيستيم اللي من الناحيه النظريه ديالو مقاد مزيان ولكن من الناحيه العمليه كيف تنطبقوه فيه مشاكل وفيه هضره كبيره ولكن فيه مشاكل كما في اي سيستم على فكره شو تجيب احسن صالير احسن ستاتيو في العالم راه في التطبيق ديالو غتلقى مشاكل لان التطبيق هو المشكله لان كل واحد تيقرا كيبغى وتيدير كيبغى يعني انا ممكن نحط قواعد لان ما تيمكنلكش دير قواعد لكل شيء ولكن لما تجي لواحد الامر يمكن عندك مثلا عندك 10 ديال لي كونديدا هذوك ال 10 ديال الكونديدا كيف غدير لهم الكلاسمون ديالهم كيف غدير كذا تيمكنلك دير ان كلاسمون اللي العاشر يولي هو الاول ولا ان كلاسمون اللي الخامس يولي هو الاول يعني وقانونيا يعني ما فعل هذه ولا وخاصه لما تيدخلوا النقابات تيولي مشكله واحده اخرى لان النقابات تقول لك انا الناس اللي خصهم يدوزوا دونك تيوليو ندوزو لي سي 1 ولي سي 2 ولي سي 3 باش يشوفوا يعني في الامور غادي تمشي مزيان جيد فحتى التطبيق فيه صعوبات واضحه ولكن هذا فهل هناك افضل من هذا الله اعلم ممكن لكن انت تقول ان هذا لا باس به نظريا الان العملي راه مشكلتي الا جبتي واحد اخر زوين راه يمكن عمليا ما ينجحش مزيان لي شلون لافونسمون لي شلون حتى هو تيخضع للقواعد وانا وريتكم كيفاش الان كاين اللي تيتظلم فيه كاين اللي ما تيتظلمش لكن مثل اي سيستم يعني عادي كاين بعض الأسئلة أو التعقيبات أيضا هناك من يقول بأن بالنسبة للنظام السلالم هو غير محفز في الدولة أيضا من يقول يعني بالنسبة كيف يتم احتساب معاش ما كيف الزمانة للموظف
ما عرفتش شنو هي المقصود. ما فهمت المقصود. حتى انا ما فهمتوش. كاين سي حسن تيقول كاين لا ديفيرونس اون ديفيرونس اون تيرم دو ريمينيراسيون اونتر اون اجونس مع لا فونكسيون بيبليك. دونك هنا تيكومباري لي اجونس مع الاخر. وي المجيدة سي فو بلي كيسكو فو دير انديس 6.6 انديس هو نجاوب هذا اللي نوصل انديس بحال دابا هنا تنقولوا مثال تنقولوا عندي اش ال 11 واحد السيد يلاه غيبدا او سيده عنده 336 336 باش صافي دي كو ان تيرم دارجون باش نعرفوا شحال تمشيو نضربوها في هذا الانديس اللي هو 6.635 تعطينا 1784.51 درهم. دونك لو سالير دو باز الى شفتي واحد مثلا نتوما يمكن لكم تشدوا اللي في الوظيفه العموميه يمكن لكم تشدوا البلدان ديالكم اللي تعطوكم وتشوفوا ليشيل وليشلون اللي نتوما فيها متفقين. شوفوا ليشيل ها هي ليشلون ليشيل ها هي ليشلون اللي نتوما فيه وغتشوفوا النقطه اللي عندكم لاندي شحال راه يكون مقيد في البيت اند بي تيتقيد في البيت اند بي تيقيد لك لانديس اللي عندك ومن بعد تيقيد لك الصالير دو باز خصم الصالير دو باز على لانديس غادي يعطيك لا فالور انديسيال اللي هي اللي كتبت لكم تم واضح مزيان. ومن بعدها تنزيدوا لا بريم دي ريزيدونس لا بريم دي ريزيدونس ما عدا الاقاليم الجنوبيه تتكون هي 10% ديال لو سالير دو باز مزيان. بعد لي زونتيتي اللي كاينين مثلا ما بين جماعات وما بين كذا وما بين كذا وقع بعض التعديلات في القانون الاساسي يعني اصحاب مثلا الداخليه زادوا شي حوايج وبدلوا شي حوايج ودوزوا داك الشيء دايز كونسيل يعني في البلتان اوفيسيال خارج وكل شيء لا كونسيرفاسيون فونسيير حتى هي خرجت. انا باقي نعقل واحد الوقت طلب مني انني اقدم مقترح ديال ستاتي ديال لي زاجونس اوربان كنت اشتغلت على هذا الامر هذا كان في اواخر التسعينات يعني كان دونك الامر قديم ماشي جديد. بالتالي كاين اللي داو تعديلات وتم الاقرار ديالها فهم ما بقاو ما بعدوش بزاف على فونكسيون بوبليك ولكن زادوا شي حوايج وعطاو لنفسهم المساحه اكثر باش يجيبوا دي كومبيتونس يعني لوبجيكتيف الاخر هو هذا انه حنا بغينا مثلا المستوى الداخلي اننا نجيبوا دي كومبيتونس هاد لي كومبيتونس باش يجيبوا خصنا نقدروا نخلصوهم مزيان. فبالتالي داو بعض التعديلات اللي مكناتهم انهم تيجيبوا واحد داكو اللي هو مثلا تيكون تيشد نقولوا حنا على بغات يكون تيجي واحد 35000 وغادي يمكننا حنا نجيبو عندنا ونعطيوه 40 ولا 45000 لان هاد لا كومبيتونس ما كايناش قليله جدا نادره ومحتاجين بها فهما تيقدروا يعطيو هاد الصالير. علاش؟ لانه تيدير واحد لو مونتاج سكون ابيلا مونتاج باش يولي السيد يشد او السيده تشد هذاك لو صالير. ونفس الشيء بالنسبه لا كونسيرفاسيون فونسيير اكسيتيرا. دونك سي دي زونتربريز سي اون فيت واخا مؤسسات ديال الدوله حلبة تكون المعني مو تكون المعني عنده ستاتي ديالو ما بقيناش حنا ستاتي لا فونكسيون بوبليك هذا من الان اكثر من 20 سنه اشتغل فيه 10 سنين وخرجنا بان ستاتي اللي ما عنده علاقه بلا فونكسيون بوبليك الا في بعض الجزئيات اللي كاينه واللي حتى واحد ما تيخرج عليها لكن لو ستاتي لوي ميم حتى هذا لو سيستيم ديال 11 ايشيل ما بقاش لي زيشيل تبدلوا عندنا 30 لي زيشلون ولا عندنا 30 والسيستيم باش تدوز من واحد لجوج لثلاثه كذا مختلف على لا فونكسيون بوبليك والسيستيم باش تدوز من واحد لجوج لثلاثه كذا مختلف وهذا يعني تم الاقرار ديالو في 2001 او 2002 2002 دونك ولا عندنا ستاتيو ديالنا ولكن هذا ستاتيو جديد تيمكن انه نجيبوا ناس ونخلصوهم مزيان يعني في من سوق الشغل. اسكيا دوت كيسيون؟
ولا كيسيون ديال انه لا يوجد تطبيق سلالم في الشركات. لا حيت كاين شركات اللي ما عندهمش هادشي ديال السلالم، حيت كاين شركات اللي تيقول لك انا سيدي سميتو تيقول لك انا جو فو ريكروت جو دون تال سالير، انا نعطيك 7000 درهم، هو من بعد مع الكونطابل ديالو تيخرج تيدير لها التخراج ديالها سميك فهمتي، وتيضرب وتينقص وتيزيد من هنا وبريم ديال هادي وبريم ديال هادي، تيسموهم كيما بغاو وتيحطهم. اي سي دي بريم ريغلومونتير كاينين في او نيفو دو لا كونطابيليتي كاينين، فهمتيني؟ دونك هو تيتفق معاك تيقول انا نعطيك مثلا 8000 درهم نت، انت اللي تضعف انا 8000 درهم نت تخرج لك، انتهى الامر. هو تيدير المونتاج ديالها، سي لو كونطاب اللي تيدير المونتاج ديالها باش يخرج لك البيلتان بي فيه 8000 درهم نت. دونك هو ما تيديوش معاك اشال وكلام، تيدخلش معاك هذا الاعتبار. حيت هو اللي عنده قانون عام اللي تيحكمه، هذا القانون العام واسع ما لا يجبره انه يدير. ربما هناك اقتراح من احد الاخوه او الاخوات، الاسم غير واضح، ممكن ان نضيف درجه المسؤوليه لتحديد الاجره بالاضافه للمهام والخبره والشواهد. لا درجه، شوف المهام لما تنتوي على المهمه، يعني مثلا زيتي انت كنتي ان كادر طلعناك شيف سيرفيس، لما تتولي شيف سيرفيس وعندك اون بريم ديال لي شيف سيرفيس تتزادك، لكن لو سالير دو باز ديالك باقي ما تبدلش، لان بقيتي في نفس ليشيل. باش دوز ليشيل وحده اخرى خصك دوز امتحان او خصك دوز اوشوا ولا شي حاجه، وباش دوز من ليشلون خصك كذلك يعني دير ليفالياسيون اللي غنشوفو ان شاء الله من بعد، وفي ليفالياسيون تجيب واحد النيفو معين اللي غيمكنك انك دوز، يعني اما بعد عام او بعد عامين او بعد 3 سنين على حساب ليشلون اللي انت فيه وليشلون اللي غتمشي له. هادو هذا تيمشي بوحدو، وانت الى سي تي فولي في لا فون في لي فونكسيون ديالك راه لي بريم ديالك تيمشيو مع تيمشيو معهم. الى وليتي شاف ديفيزيون غتولي عندك كذلك، مثلا غتولي في شيف سيرفيس، الى كنتي شيف سيرفيس غتولي عندك بريم ديال البوست دو شيف سيرفيس، غيولي عندك بريم ديال ديبلاسمون اللي تتزاد. الى طلعتي شيف ديفيزيون tu as une autre prime de chef de division plus la prime de déplacement. Il y a tout le monde qui a fait ça. C'est pris en compte. Tu as mon coup. Tu as dit que tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. طيب ناخذ سي ابراهيم عنده سؤال ثم نرجع للسؤال المكتوب. سي ابراهيم تفضل، ممكن تاكتيفي الميكرو ديالك. السلام عليكم، سمحوا لي دخل جوج مرات. مرحبا بك. هذا النظام هذا ديال السلاليم لي زيشيل ولي زيشلون في واحد المشكله، في واحد المشكله بغيت نسول الدكتور واش معمرو ناقشها مع الادارات فاش كنخدم، شنو الصعوبات اللي فيها. المشكله هي انها شويه غير عادله. علاش غير عادله؟ لان كتلقى مثلا، ناخذ مثلا التعليم اللي انا كنت خدام فيه، تتلقى أساتذة مثلا ما عندهم حتى مردودية، قاعد يمشي كيدير واحد الخدمة إلى جينا نقيموها خصو يتطرد من هذاك الوظيفة. وقيس على ذلك مثلا في بلدية ولا في مؤسسات أخرى، وبالتالي الأستاذ الذي أو الموظف الذي يشتغل بواحد الكفاءة عالية بحاله بحال الاخر اللي ما كيخدمهاش نهائيا، وكيترقى حتى هو بحاله في نهايه المطاف. بل اكثر من ذلك، تتلقى بعض المرات، وهذا لاحظتوا انفعالات اللي كانوا انفعلوهم بعض الاساتذه في واحد الوقت، تتلقى واحد اللي عيان ما كيخدم والو مع التلام ديالو، غير كيعدي وصافي، وترقى. والاخر اللي مسكين كيطحن وكذا ما كيترقاش مزيان. هذا مثال. انا بغيت نسول لان عندي مثلا شي اصدقاء كنت تواصلت معهم في بلجيكا وفي سميتو، وكنا درنا واحد الزياره كاع مؤسساتيه لبرا مع شي اساتذه اخرين في اطار سميتو التعاون اللي كنا كنديرو. مشينا عند مؤسسات في برا ولقيناهم كيخدموا الاساتذه بالمشاريع،
يعني بالتعاقد، تقول له انا ها المشروع ديالي ديال هذه السنه، وهذا المشروع ديالي تنحتاج فيه الفلوس قدا وقدا، انا والمشروع ديالي غادي نخدم فيه. ولا كيخدموا بلي روندمون، شحال النتائج ديال التلامذ ديالك ولا الطلبه ديالك، شحال نجحوا. ملي كتفوت هذه المرحله ديال النجاح كيقيموا لك العمل ديالك. بغيت نشوف الدكتور اشنو هي الصعوبات اللي كانت عندنا حنا باش ما نديروش هذه الامور هذه. شكرا. حنا الاشكاليه اللي عندنا انه لما تجير انت اعداد كبيره بالالاف كما قلت، صعب انك دير لا جيستيون انديفيديوال، لا يمكن. يعني بحال دابا انت عندك 1000 موظف وعندك واحد لونفلوب صغيره خصك توظف على لابريم، انت ما عندكش اداه اللي غادي يمكن لها تقول لك هذا خدم اكثر من هذا اتسيتيرا، ما عندكش. علاش؟ لانهم كثار ولي زوتي اللي عندك انت ما قادينش انه يساعدوك باش توصل لهذ النتيجه. اش دير؟ تقارب وتسدد، هادشي اللي كاين. هاد لو سيستيم انا جو لونكوراج با، ولكن تنقول لك لحد الان بالنسبه ليا على الاقل تحقق ان مينيموم دو جوستيس، ان مينيموم. الان هادشي كله اللي تفضلتي وذكرتي انا عشت اكثر منه، راه في الناس ما تيخدموا والو تيشدوا حتى لي بريم، وانت اللي جريتي وكذا ما تيجيك والو، تجيك 4 ريال في الاخر. هكا عندي واحد السيد تنعرفو كان نقابي من النقابه، يعني من المسؤولين، كان تقريبا كل عام في جونفي تيتقلق وتوقف على الخدمه. علاش؟ لانه ما كانش مرضي عليه بزاف في النقابه، فما كانش يدافع عليه بزاف، وما كانش يعطيوه بحال اللي يدير عليه الحرب هو النيت، وواحد اخر اللي ما تيخدموش تياخذوا. فبالتالي يعني كان دائما يعيش واحد الفتره ديال الانزعاج، ومن بعد تدوز واحد الشهرين داك الشيء عاد ترجع شويه لاكتيفيتي وكذا. فبالتالي علاش؟ لانه لما واحد الوقت تيحبس كل ما هو اداري، كل ما هو قانوني، كل ما هو كذا، وتبقى البشر هو اللي تيتصرف. ولا ما كاينش شي واحد اللي غيجي يحاسبه ويقول له علاش درتي هذه وعلاش عملتي هذه. حيت يجي مثلا تكلمتي على ليفالياسيون، تيجي في ليفالياسيون ميم دام بروجي ولا اللي كان، انا جو بو مات نيمبورت كي ليفالياسيون، حيت اي بروجي ممكن نخرج لك منه شي حوايج ما خدامينش. غتقول لي هذه خدامه وهذه خدامه، نقول لك وهذه ما خداماش وهذه ما خداماش وهذه ما خداماش وهذه ما درتيهاش وهذه ما درتيهاش، وغادي نخرجهم لك. ملي غادي نخرجهم لك غادي نقول لك اذا انت ما تستحق الا 60%. 60% يلاه تنعطيك شي حاجه بسيطه اون تيرم دو ريمينيراسيون. شفتي هنا الاشكال فين كان؟ بمعنى انه تولي واحد الوقت تنديروا الحساب كما بغينا، اللي غادي يخرجنا اللي بغيت اللي هما صحابي وكذا غنعطيهم، اللي ماشي صحابي وكذا ما غاديش نعطيهم او نعطيهم قل. غادي يتقلقوا ويتقلقوا ماشي مشكل. وهذا الشيء اللي تنقول لكم راه كاين حتى في البريفي. انا اعرف حوادث في البريفي اللي فيه ناس لانهم يتملقون لذاك الشيف دونتربريز وتيديروا له بحال اللي قلت لك الشيفور، وتيديروا له هذه وتيديروا له هذه ويقضي بهم الغرض، هذوك تيدوروا معاهم مزيان، وواحد اخر اللي تيخدموا ويدمروا تيعطيهم شويه ولا ما عجبش الحال تيقول له سيب عليك. فاذا التطبيق مرتبط بدرجه كبيره بالمستوى، المستوى الاخلاقي والمستوى العلمي والمستوى هذا ديال هذاك المسؤول اللي هو بيدو القرار، لان المسؤولين اللي بيدو القرار في هذه الامور قلال ماشي كثار في لابريسياسيون. فهمتيني؟ يعني لي ديسيدور، حنا نشوفوا لي ديسيدور اللي كاينين، لي ديسيدور قلال، لي ديسيدور ماشي كثار، اللي هو صاحب القرار اللي غادي يقول لك هاد السيد هذا وهاد السيد غنعطيه قدا، غنعطيه 20 ميل درهم، غنعطيه 10 ميل درهم، غنعطيه 15 ميل درهم. هاد النيفو ما كاينش. شكرا جزيلا. لاننا عندنا اسمع انا دابا دغيا، لاننا عندنا واحد النقص كبير على المستوى الاخلاقي، عندنا تخلف. هادو اللي عبرت عليه بالتخلف في الاول لما تكلمت، وبالتالي هذا خصكم تعرفوه. فبالتالي هذا الامر هذا يعني il fonctionne comme ça، on n'y peut rien.
انا عطيتكم ان ايتا ها شنو كاين مي سو با دير انني جو سوي داكور مع هذا. حنا حطينا ان سيستيم من بعد اللي هو ديفالياسيون وداكشي مزيان وكل شيء، ولكن اثناء التطبيق يمكن لي نقول لك اني انا كنت من الضحايا ديالو، مع انني انا اللي وضعته عارف الروح ديالو عارف كل شيء، فبالتالي هذا امر خصنا نقبلوه ما عندنا ما نديرو سي كوم سا. الله غالب. شكرا جزيلا.